وانتوا في الاثناء ما بتتقابلوا في السكاشن في الكليه يعني، حاولوا تفكروا كده مع بعض، واذا في مندوب للدفعه او مندوب للمجموعه ممكن يبعت لي اذا فكرتوا لقيتوا انه احسن لكم ان احنا نقسمها. انا طبعا في وجهه نظري ان هي احسن انها تتقسم، لانه المحاضره هتبقى تقيله قوي انه احنا ناخدها ثلاث ساعات كده خبط لزق ورا بعض، حتى لو في بريك في النص. انما لو انتم مفضلين انها تفضل كده، انا برضو ما عنديش مانع. ف يعني هستناكم لغايه الاسبوع اللي جاي تكونوا اتناقشتوا مع بعض في لما بتتقابلوا في السكاشن، او اذا عندكم جروبس يعني بتتكلموا فيها مع بعض، وحد من الكوردينيتورز يبلغني بقراركم النهائي، عشان لو هنقسمها يبقى احنا محتاجين نشوف ميعاد مناسب لكل الناس ونبلغ بيه اداره الامتحانات عشان يظبطوها في الجدول. حد عنده فكرة الكورس بيتكلم عن إيه من اسمه كده؟ سيمي كوندكتور. آه تمام، سيمي كوندكتورز. طيب الناس اللي رافعة إيدها عايزة تجاوب حاجة، تقول حاجة؟ علي، ولا أنت رافع إيدك عشان كنت بتقول عايز المحاضرة على 3 ساعات؟ لا لا، ده كان على موضوع المحاضرة بس طيب سلطاته. تمام، طيب تمام. وجدي، طيب طيب خلينا نبتدي كده نتكلم مع بعض النهارده، نشوف ايه الاخبار الكورس، ايه اللي هنشوفه، ايه اللي هنتكلم فيه، والكورس ده شبه انهي كورسات درستوها قبل كده، او بيحضركم لانهي كورسات هتاخدوها بعد كده. ونبتدي شويه كده انتدكشن سريع عن السيمي كوندكتورز. طبعا هو اسم الكورس Physics of Semiconductors and Dielectrics زي ما انتم شايفين، فاحنا هندرس نوعين من الماتيريالز. التركيز الاكبر هيكون على الماده الاولى اللي هي السيمي كوندكتورز، وفي اخر جزء من الكورس تقريبا اخر 3 اسابيع هيكونسنتريت على الداي الكتريكس. واعتقد ان احنا المسميات دي تعرضنا لها قبل كده في الكورس بتاع الالكتريستي والماجنتيزم. هنعمل ايه النهارده؟ الاوتلاين بتاع المحاضره بتاعتنا هبتدي مع شوية معلومات عامة كده عن الكورس. هنتكلم على ازاي هنوزع الدرجات بتاعة المادة، وعن الستادي بلان، ايه المحتوى العلمي بتاع الكورس بتاعنا، ايه كل التوبكس اللي احنا هندرسها. هديكم فكرة سريعة كده عن كل التوبكس، وهنقسم المحتوى العلمي بتاعنا ده الى 3 اجزاء او 3 او 4 اجزاء يعني. فالنهارده هبتدي اتكلم معاكم عن الاوتلاين بتاع الجزء الاول، وناخد منه أول عنوان اللي هو السيمي كوندكتور مودلز. طبعا بداية يعني أعرفكم نفسي عشان الناس اللي ما كانتش معايا السنة اللي فاتت في محاضرة الإلكتريستي. أنا اسمي دكتورة داليا سليم، خريجة طبعا كلية هندسة قسم كوميونيكيشن او قسم اتصالات او الكترونكس. ماسترز والبي اتش دي بتوعي كانوا برضو في كليه عندنا في الجامعه، في جامعه عين شمس، وتخصصي الكترونيك ديفايسز. وبالتالي الفيزيكس اوف سيمي كوندكتورز هي من المواد الفيري انترستنج بالنسبه لي الحقيقه، اللي انا بحبها قوي. يمكن درست الكورس ده مره زمان كده في الكريدت، كورس الالكترونيك ماتيريالز، وبدرس الكترونيك سيركتس. فالكورس هتحبوه جدا وهتلاقوه لطيف جدا. الكورس ده يعتبر هو البيزك بتاع اي الكترونيك سيركتس. لازم اي حد مهندس كهرباء بعد كده هيتعامل مع دوائر الكترونيه، فهو عشان يفهمها كويس محتاج انه يبقى فاهم الفيزيكس بتاعه الماتيريال اللي بتصنع منها الدوائر الالكترونيه ديت. وبالتالي الفيزيكس اوف السيمي كوندكتورز هو يعتبر كور كورس او بيزك كورس لاي كورس الكترونيك سيركتس هتدرسوه بعد كده، سواء بقى دخلتوا قسم كهرباء يعني كهرباء اتصالات، كهرباء باور، كهرباء كمبيوتر. فالالكترونيكس هي ماده مشتركه ما بين الثلاث برامج. وبالتالي الفيزيكس اوف سيمي كوندكتور هو كورس بيزك للثلاث برامج. طبعا حتى مهندسين باور بيدرسوا باور الكترونكس، والباور الكترونكس في الاخر برضو بتصنع من السيمي كوندكتورز. فاذا انا فاهم البروبرتيز بتاعه السيمي كوندكتورز، الالكتريكال بروبرتيز بتاعتهم، ازاي بيتصرفوا لما يتعرضوا للضوء، ازاي بيتصرفوا لما يتحط عليهم الكتريك فيلد، ازاي بتتصرف لما درجه الحراره تعلى، كل ده يساعدني جدا ليتر اون ان انا افهم
الديفايسز اللي هيكون منها الدوائر الإلكترونية. أنا طبعا دكتورة في قسم الفيزيكس، وفي نفس الوقت ماسكة برنامج كمبيوتر في البرامج الدولية، كمبيوتر انجينيرينج وسوفت وير سيستمز بروجرام. قدامكم ده الايميل بتاعي، لو حد حابب انه يسأل على اي حاجة او يتواصل معايا، يبقى دي طريقة التواصل، يا اما على الميل يا اما من خلال مايكروسوفت تيمز على الشات، تقدروا تبعتوا لي اللي انتوا عايزينه، بس مع اعتبار الأسئلة اللي فيها شرح مسائل بيبقى صعب شوية ان انا ارد عليها في الميل او على الشات على التيمز يعني. فدي هنخليها للاوفيس اورز، يعني اذا اسئله من نوع انه مثلا حد محتاج حاجه مثلا في ميعاد امتحان، ميعاد يعني حاجات زي كده، محاضره فاتته وبيسال طب هي موجوده فين، عايز يتفق معايا على ميعاد للاوفيس اورز، ده ممكن كله يتم من خلال الايميل او الشات على تيمز. انما لما الموضوع بيخش فيه شرح غالبا مش بيبقى سهل قوي ان انا ارد واشرح كتابه على تيمز او على الايميل، فيفضل ان احنا نتقابل في الاوفيس اورز. طيب مواعيدي ايه عموما؟ طبعا المحاضره بتاعتنا لغايه وقتنا الحالي، لغايه لما هنأكد على بعض، هي ميعادها يوم الاثنين من 2:30 للساعه 5:30، 3 ساعات اسبوعيا. 3 ساعات هم المفروض يعني 3 50 ناس، فبالتالي هنبقى بناخد بريك في النص حوالي ربع ساعه مثلا. الاوفيس اورز او مواعيدي انا ببقى موجوده امتى في الكليه؟ عاده بكون موجوده يوم الاحد والاربع، بالذات من الساعة 12 ل 2، ده الميعاد اللي أنا أكيد بكون موجودة فيه. مكتبي موجود في مبنى البرامج، الدور الأرضي، الجزء بتاع الإدارة، لو دخلتوا في الجزء اللي هو على إيدكم الشمال كده اللي هو بتاع الإدارة، تسألوا على مكتب اليونت هيد هتلاقوا مكتبي هناك. فدي المواعيد اللي أنا بكون موجودة فيها. يفضل لو حد محتاج إن هو يجي لي أو يقعد معايا أشرح له حاجة أو نحل مع بعض حاجة، يبعت لي إيميل من اليوم اللي قبلها عشان أأكد عليه إن أنا هكون موجودة في الميعاد دوت، لأنه ساعات بيكون في تغييرات، يكون عندي اجتماع، يكون عندي حاجة تانية. بالنسبة لي وبالنسبة لمواعيد الكورس، طبعا أنتوا عارفين إن الكورس الفيزيكس أوف سيمي كوندكتورز هو كورس ما فيهوش لاب، يعني ممكن ده مختلف عن كل كورسات الفيزيكس اللي أنتوا درستوها من ساعة لما تخش من دخلتوا الكلية. وبالتالي إحنا كل اللي هنبقى بنعمله مع بعض هو المحاضرات، وطبعا عندكم في السكاشن او التوتوريالز. طب ايه الكتب او الريفرنسز او التكست بوكس اللي ممكن تستعينوا بيها للتفاصيل؟ طبعا البرزنتيشنز او البي دي اف فايلز بتاعه البرزنتيشن هتكون موجوده معاكم، هرفعها لكم على مايكروسوفت تيمز، هنعمل فولدر كده هنسميه ليكتشرز وهرفع فيه المحاضرات. ويمكن اللي معايا كانوا من السنه اللي فاتت، كنا متعودين ان انا غالبا برفع لهم البرزنتيشن لوحدها، وبرفع لهم كمان البرزنتيشن بالكتابه اللي انا كنت بكتبها اثناء المحاضره. يعني لو انا حاطه شويه سلايد فاضيه وابتديت اشرح لكم فيها كتابه كاني بشرح على البورد يعني، فهنحط برضو هحط برضو المحاضره بالانوتيشنز او بالكتابه اللي احنا كتبناها في اثناء المحاضره. في نفس الوقت المحاضرات طبعا هتترفع على ال ام اس، بس المهم دلوقتي لو انا عايز اعرف او اقرا او يعني ارجع لكتاب او لمرجع في تفاصيل المحاضره اللي انا حضرتها بس انا ما لحقتش اكتب مثلا كل التفاصيل، ايه الكتب المفيده او اللي انتوا هتقدروا تستعملوها؟ الكتاب الاساسي هو سيمي كوندكتور فيزيكس اند ديفايسز، مشهور باسم نيمان. سيمي كوندكتور فيزيكس اند ديفايسز باسم نيمان. طبعا الجزء الاول فيه كله بيتكلم على السيمي كوندكتورز، الفيزيكس بتاعتهم، المودلز، والتفاصيل اللي احنا هنقولها بعد شويه. وبعد كده بقيه الكتاب فيه انواع مختلفه من السيمي كوندكتور ديفايسز. اللي هيهمنا منها في الكورس بتاعنا دوت ان احنا الديفايس اللي احنا هناخده كاكزامبل وبنستعمله هو الدايود، واعتقد ان انتوا سمعتوا يمكن عنه قبل كده في ثانوي، في الفيزيكس بتاع الثانوي، صح كده ولا لا؟ هو كانت لغة بس موجود. يعني انتوا في دفعتكم ما درستوهوش يعني؟ طيب تمام، يعني ما فيش اي مشكله، هتلاقوه انترستنج جدا بعد لما هنستوعب الجزء الاول، الجزء الخاص بالسيمي كوندكتورز ان جنرال، بالبالك سيمي كوندكتور يعني ان جنرال، ونفهمه كويس قوي. هنبتدي بقى نشوف طب لو انا ابتديت
اصنع ديفايسز من السيمي كوندكتورز دي. لو جبت نوع حته من سيمي كوندكتور اللي فيه impurity atoms بطريقه معينه، حطيتها جنب حته تانية، طب ايه اللي هيحصل؟ الالكترونز هتتصرف ازاي؟ الكارنت هيمشي ازاي؟ and so on. فهناخد الديفايس البيزك ديفايس اللي هو هيساعدنا بعد كده في فهم كل الديفايسز لاي واحد بقى يعني هيخش. طبعا كل اقسام كهرباء هتدرس مثلا الكترونيك ديفايسز بعد كده، بالذات طبعا قسم اتصالات لما يجي يتكلم على الترانزستور هو البيزكس موجوده في دماغه من البي ان جانكشن او من الدايت. الكتاب الثاني اللي هو برضو كتاب مفيد قوي اسمه سوليد ستيت الكترونيك ديفايسز. خلوا دايما في مخكم انه اي كتاب بيتكلم عن الالكترونيك ديفايسز في الاغلب الشابترز الاولانيه، الاول والثاني مثلا او حتى الاول بس، لازم هيكون بيدي مقدمة عن السيمي كوندكتورز في العموم والفيزيكس بتاعتهم، الخواص بتاعتهم ازاي، ايه البيهيفير بتاعهم، وازاي الكتريكالي بيتصرفوا ازاي. برضو من الكتب الحلوة جدا اللي هي مفهومة وبسيطة جدا هو كتاب بيري اللي هو سيمي كوندكتور فاندامنتالز. محتاجين ترجعوا لأي واحد فيهم، كلهم هتلاقوهم متاحين وتقدروا ان انتوا ترجعوا للكتب دي، وكتب لطيفة جدا ومفهومة جدا. فيما عدا كده طبعا كل التفاصيل اللي انا بقولها في المحاضرة هتبقى موجودة في السلايدز. طيب اتفقنا بقى انه الماتيريال والاساينمنتس اللي هتطلب منكم هتبقى موجودة فين؟ دايما هنبقى بنحطها على المايكروسوفت تيمز. يعني هنقسم كده الحتة بتاعة الفايلات هنقسمها فولدرز، هيبقى في فولدر لللكتشرز، فولدر للاساينمنتس، فولدر لو جينا عملنا مثلا كويز كده في المحاضرة، حتى لو هو كويز يعني ما عليهوش درجات، بس لو عملنا كويزز في المحاضرة يبقى هنعمل كويز فولدر للكويزز، وهكذا تقدروا ترجعوا لها لو انتوا عايزين تراجعوا المسائل وتعملوا شوية يعني براكتس وتفكروا نفسكم كده بأسئلة متنوعة. يبقى كل الماتيريال هتبقى على المايكروسوفت تيمز، في نفس الوقت المحاضرات كلها هتترفع على ال ام اس. طيب بالنسبة للمحاضرة نفسها، يمكن انا نسيت اسجل فمحدش فكرني، ابتدي اسجل المحاضرة. خلينا دايما متفقين انه في حد منكم هيتبرع كده يبقى مسؤول انه هو في اول يعمل حاجتين في اول المحاضرة خالص، دايما يفكرني ان انا ابتدي تسجيل. طبعا انا يعني التسجيل ده مش بحبه وبحبه في نفس الوقت، لانه انتوا بتبقوا مستني، الناس كلها بتبقى فارق معاها ان المحاضرة تبقى متسجلة عشان تقدر ترجع لها في اي وقت. انما الجزء الخطر ان احنا عندنا ريكوردينجز للمحاضرات، هو ان انا اعتمد على ريكوردينجز وما احضرش المحاضره، وده في حد ذاته مش حاجه كويسه قوي، لانه طبعا المحاضره الاونلاين فيها ميزه انه في انتر اكشن، يعني هسال سؤال وتبتدوا تفكروا فيه ونحله مع بعض، انت في حته فاتتك في الفهم فتقدر ترفع ايدك وتسال فيها. فحته الانتر اكشن دي بتضيع من التسجيلات، وحته ان انا احضر المحاضره واسمع التسجيل انا بشوف انه ده تو ماتش وتضييع للوقت. لو انا مركز كويس قوي في الاونلاين، مركز كويس قوي في المحاضره بتاعتي، مش هحتاج ارجع للتسجيل مره تاني، هيكون بالنسبه لي كفايه قوي ان انا ارجع اراجع السلايد بتاعت المحاضره وابتدي اخد انا النوتس بتاعتي واكتب لنفسي وابتدي بقى احل وابتدي اطبق على اللي انا سمعته في المحاضره. فالحقيقه مش هقدر ما اسجلش، لانه ساعات بيحصل انه الانترنت تكون وحشه تقطع اي مشكله، فعشان تحسبا انه ما فيش حد يفوته حاجه، فاحنا اوتوماتيكلي كل مره هنسجل المحاضرات، والمحاضرات دي اوتوماتيك بتتسيف على الفولدر بتاع ريكوردينجز جوه الكلاس بتاعنا على مايكروسوفت تيمز. الاختلاف عن السنه اللي فاتت، اكيد انتوا طبعا عارفين الكلام ده من الترم الاولاني، انه التسجيلات ديت ما بقتش بتتمسح كل 20 يوم زي الاول، انما بتفضل موجوده في الفولدر بتاع ريكوردينجز، فمش محتاجين تعملوا لها داونلود اي وقت عايزين ترجعوا لها، هي موجوده عندكم. طيب قبل ما اكمل، عايزه حد يعني بس يكون اتفق مع حد كده يكون هو اللي مسؤول على حاجتين، اول حاجه ان هو يفكرني بان انا اسجل المحاضره، تاني حاجه انه لو حد بعت اي رساله على الشات اثناء المحاضره، لانه مش دايما بتبان لي الرسائل دي لو انا فاتحه البرزنتيشن او بكتب،
حد يقرا، يرفع ايده كده ويقرا لي المسج دي، او يقول لي في سؤال بيقول كذا كذا، فمين ممكن يعمل الموضوع دوت؟ في كوردينيتور للمجموعة، أو في حد ممكن يتبرع بحاجة زي كده، ولا الموضوع صعب؟ عبد الله، أي عبد الله اتفضل. ماشي يا دكتور، مع حضرتك. عبد الله محمد، خلاص ماشي يا عبد الله، شكرا. عفوا يا دكتور. تمام. طيب، ايه حكاية الكويزز؟ الحقيقة من الممارسات اللي لقيتها ظريفة جدا في بعض الدكاترة بيعملوها، ولقيت انها حلوة جدا وبتنفع، ونفسي ان انا اطبقها معاكم، ان احنا نعمل زي بوب كويزز كده بعد المحاضرة. طبعا مش هقدر اعمل كل اسبوع بوب كويز، بس على قد ما نقدر نعمل الموضوع دوت. هل ده هيكون داخل في الدرجات؟ لا، هو مش هيكون داخل في التقييم الدرجات، إنما ممكن يبقى عليه بونص مثلا. عبارة عن إيه الباب كويز؟ هنعمل على مايكروسوفت، هنعمل فورم، وهعمل لكم فورم، والفورم دي هيكون فيها سؤال أو اتنين أو أيا كان على حسب طبيعة السؤال، حاجة صغيرة قوي ما تاخدش منكم أكتر من 10 دقائق. هبعت لكم اللينك بتاعها في اخر المحاضره خالص، او هيكون موجود في السلايدز في اخر المحاضره خالص. السؤال ده هيكون على اللي احنا اخذناه مع بعض النهارده، يعني ملوش علاقه بمحاضره الاسبوع اللي فات. انا النهارده شرحت البوندنج موديل في السيمي كوندكتورز، هاجي في الاخر كده اروح حاطه لكم 2 MCQ questions عن الكونسبتس اللي انا شرحتها، عن المفاهيم اللي انا شرحتها النهارده. وبالتالي ميزه القصه دي انها بتساعد على التركيز، انت هتبقى مركز معايا لان انت عارف ان انت في الاخر هتتسال سؤال، وفي نفس الوقت برضو هتوصل لنا انت فهمت ايه وما فهمتش ايه. يعني لو لقيت نفسك مش عارف تحل السؤال خالص، يبقى هتجي لي المره الجايه تقول لي لا يا دكتور انا ما عرفتش احل السؤال ده، يبقى انا في حته معينه انا مش فاهمها خالص. فبالتالي على قد ما اقدر هحاول انه لو قدرنا كل مرة نعمل كده يبقى كويس جدا، ما قدرناش يبقى ممكن مثلا أسبوع أو أسبوع لا. هنعمل بوب كويز ياخد أقل من 10 دقايق، تحلوه في آخر المحاضرة تاني السؤال اللي هيكون فيه على المحاضرة نفسها. لو السؤال في صيغة مسألة يعني محتاج كتابة، فهيبقى فيه هيتساب لكم وقت إن أنت هتحل المسألة دي في ورقة وتروح مصورها وبعتها في اللينك دوت في مكان ان انت تاتاتش الفايل فيه. يبقى اذا خلينا متفقين انه بما انه البوب كويزز دي هي حاجه مش جريدد، ما عليهاش درجات، فبالتالي ما فيش داعي انه انا اكلم واحد صاحبي نحلها مع بعض، لانه انا مش هستفاد اي حاجه، لا انا هاخد درجه ولا هو هياخد درجه. كده كده ده مقياس ليا انا شخصيا، حاجه فورماتيف اسسمنت، يعني تقييم لمجرد انه انا مجرد ان انا اقيم نفسي، اقيم انا فهمي ايه في الكورس دوت، محتاج ابذل مجهود اكتر قد ايه وهكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه برضو نسبه مشاركتي في الموضوع دوت مهمه، مش معنى ان هي ما عليهاش درجات يبقى انا مش هشارك فيها لانها مش مهمه. طبعا هي حرية شخصية وكل واحد بياخد القرار لنفسه، لكن نصيحتي إن أنت هتستفيد، هتشوف أسئلة مختلفة، هتقيس نفسك، وبالتالي دي نقطة في نظري أنا شايفاها مهمة جدا، والحقيقة أنا حاسة إنها عملت نجاح مع بعض الدكاترة في المحاضرات، عشان كده حابة إن إحنا نطبقها مع بعض السنة دي. لو حد عنده أي اعتراض ممكن يقول لي، يعني لو حد مش حابب إنه نعمل حاجة زي كده يعني قولوا لي إيه رأيكم في الفكرة. في حد هنا يا جماعة؟ يعني بتهيألي أنا بحب الناس تكلمني، عشان بحس في الآخر إن أنا قاعدة بكلم الجهاز بس، فمش بنبسط يعني. شكرا فحاولوا يا تردوا على دكتورة، كويس يعني كله إن إحنا تمام بنعمل كده. كده. أنتوا بتعملوا كده؟ هو إحنا ما عملناش كده قبل كده، بس هي فكرة كويسة، يعني هي فكرة كويسة جدا. طيب تمام. في حد رافع ايده؟ اي امين، معلش الاسم. ايمن، برضه الاسم ايمن. الله يا دكتور، فكرة ايمن كويسة الله جدا، اتفضل. هتخلينا مظبوط.
طيب تمام. عامة أنا مبسوطة إنه يعني أتليست اتنين ردوا عليا، واتنين متشجعين وبيقولوا إنها فكرة كويسة وتخلينا نركز. فإن شاء الله يعني على قد ما أقدر زي ما بقول لكم هحاول أعمل كده كل مرة. يمكن يعني ادوني عذر بس أول أسبوعين الدنيا زحمة شوية في الشغل، بعد كده نركز إن إحنا نعمل الموضوع دوت على طول. طيب جوه، يمكن السلايد دي دايما بقولها في المحاضرات كلها، جوه مايكروسوفت تيمز الميتنجز بتاعتنا في رولز، زي ما في رولز لو انت بتحضر المحاضره جوه مدرج في الكليه، برضو هنعتبر ان احنا كاننا جوه المحاضره يا جماعه، جوه المدرج في الكليه. انا عارفه ان انتوا يمكن اكتر دفعه مظلومه لانها ما نزلتش الكليه خالص فوق محاضرات، ويمكن ما شفتوش الدكاتره اصلا، بس يعني خلينا نستفيد من اللي متاح حاليا لغايه لما ان شاء الله في يوم يعني قريب نرجع ان احنا نبقى جوه الكليه فيس تو فيس. فعشان استفيد من المحاضره على قد ما اقدر، زي ما انا في الكليه مش هقدر ادخل المدرج بعد ربع ساعه من بدايه المحاضره، فاحنا انتوا بقى مع نفسكم انتوا تعملوا الكلام دوت. انا مش هفضل قاعده بص على الممبرز اللي دخلوا جوه الميتنج وهقول لا فلان ده جيت متاخر ما تخشش، طبعا مش هعمل كده. انما انت لنفسك حط يعني رول ان انت مش هتتاخر عن ميعاد المحاضره لانه هيفوتك جزء. فاول قاعده ان احنا ندخل المحاضره اون تايم، كلنا نبتدي في الميعاد الساعه 2:30. اول 10 دقائق او اول ربع ساعه من المحاضره عاده هتكون مراجعه على الجزء اللي فات، الكورس زيه زي كورس الالكتريستي، زيه زي كورس الفايبريشن، زي كورس المودرن فيزيكس، كل توبيك مترتب على اللي قبله. يمكن في المودرن كان في اجزاء مستقله بذاتها شويه، انما كورس السيمي كوندكتورز كله مترتب على كل جزء على بعده. يعني لما هوصل عند الدايودز انا هستعمل الايكويشن اللي انا هقولها معاكم النهارده. فبالتالي لما بدخل المحاضرة متأخر في حتة بتفوتني مش هقدر أتابع بقية المحاضرة، بلس إنه في الأول دايماً هيكون مراجعة على اللي فات اللي هو مترتب عليه اللي أنا هكمل شرحه النهاردة، وده بالنسبة لكم حاجة مهمة ترفرش مخنا تذكرنا بإيه اللي اتقال، وبالتالي نقدر نركز في الجزء اللي جاي. القاعدة التانية إنه بما إنه العدد كبير، فطبعا مش هنقدر انه كل واحد يخطر على باله سؤال او عنده اجابه عايز يقولها يروح ايه فاتح المايك ومتكلم. اللي عايز يتكلم بعد اذنكم يريز هاند، يرفع ايده، وانا هنادي بالاسماء قدامي. انا دايما بكونكت المحاضرات الاونلاين من على اللابتوب ابقى فاتحه البرزنتيشن قدامي، ومن الموبايل عشان ابقى فاتحه الليست اوف بارتيسيبنتس تكون قدامي برضو اساميكم كلها قدامي. فانا هنادي بفلان رفع ايده اتفضل جاوب، فلان رفع ايده اتفضل اسال. ويفضل انك تستعمل الميكروفون وتتكلم. يعني موضوع انك تبعت السؤال على الشات او تكتب كومنت على الشات او تكتب اجابه على الشات زي ما قلت لكم مش بتبقى قدامي طول الوقت، مش بشوفها، ومفيش ما يدعو ان احنا ما نتكلمش قدام بعض. انما العذر الوحيد لحاجه زي كده انه في ناس في بعض الاوقات الواحد بيبقى المايك بتاع الكمبيوتر بايظ مثلا، او مش عارف يفتح الميكروفون في لحظه معينه، فمسموح انه في الحاله دي تكتب سؤالك على الشات. وفي الحاله دي باشمهندس عبد الله اللي اتبرع مشكورا ان هو هيساعدني في الجزء ده هيرفع ايده وهو يقرا لي السؤال او يقول لي الاجابه. تمام كده؟ في مشكلة في القاعدتين دول؟ أي حد عايز يضيف عليهم أي حاجة؟ طيب حد يقدر يقول لنا، يعني هوقف كده دقيقة وأسمع منكم، حد يقدر يقول لي حاجة يعني تعود إنه دايما يعملها أثناء المحاضرات الأونلاين بتساعده جدا على إنه يركز؟ لانه مشكلتنا كلنا وانا معاكم انه ساعات لما الواحد بيفضل قاعد قدام الكمبيوتر كده كتير بيسمع حد بيتكلم بينعس، بيسرح، بيقوم، بيدور على حاجه يعملها. فايه الحل في حاجه زي كده؟ حد جرب طريقه تساعدنا انه احنا ما نسرحش؟ يا عبد الله اتفضل. ان حضرتك يا دكتور تسالين على طول، يعني يا اما حضرتك تختاري بشكل راندوم تقولي كده مثلا حد بيتفاعل معاكي وحضرتك بتشرح، او حضرتك تسالي كده كل شويه واللي عاوز يجاوب او يتفاعل مع حضرتك في الجزئيه دي وحضرتك بتشرحيها يرفع ايده ويتفاعل مع حضرتك.
حتة إن أنا بتكلم مع حضرتك دي مستحيل تخليني أسمع، مستحيل يعني. لكن لو أنا قافل المايك ومع نفسي كده بشوف حضرتك وحضرتك بتكتبي على البورد، يعني شور إن أنا هسرح يعني. طيب تمام، يبقى لازم يكون في حته انتر اكشن، جزء منها عليا وجزء منها عليكم. يعني انا عليا ان انا دايما ابقى بسال اسئله في النص وانتظر اجابه من الناس، او انادي على اسماء راندم. ولو ان لما بنادي على اسماء راندم انا الحقيقه بيجي لي احباط، لانه ساعات بنادي على ناس ما بتردش خالص، فبفهم ان هم فاتحين الكمبيوتر وقاموا ومش عارفه ليه، لانه ما فيش غياب في المحاضره، فبالتالي ما فيش حاجه تستدعي ان انا اخش المحاضره لو انا مش هسمع. بس برضو هجرب اعمل كده، وانتوا تكونوا من ناحيتكم ملتزمين ان انتوا تردوا عليا لما نادي على الاسماء. في نفس الوقت لما اسال سؤال انتوا برضو تكونوا برو اكتيف وبترفعوا ايدكم وتشاركوا. طب شكرا يا عبد الله، دي حاجه كويسه. ايه تاني يا جماعه ممكن يساعدنا نبقى اكثر تركيزا؟ مايا اتفضلي. ممكن نقعد في حتة كده ما نبقاش أكننا قاعدين على السرير أو حاجة، نقعد على ترابيزة أكننا في الكلية. حلو جدا، اشكرك جدا يا مايا. امبارح كنت بدي محاضره لدفعه، يعني هم كلهم 30 واحد، كل المحاضره كلها 30 واحد، فكان في وقت في الاول ان انا اقول لهم افتحوا الكاميرات وكل واحد يعرفني نفسه وكده. فالحقيقه هي المحاضره كانت الساعه 8 الصبح، ففي تقريبا 3 4 منهم فتحوا المحاضره وهم في السرير، ففتحوا الكاميرا سوري وهم في السرير. فاتفقنا انه ده مش هينفع ان احنا نبقى بنعمل كده، لان ده بيشجع جدا ان الواحد ما يركزش وينام اثناء المحاضره. يعني وانت في محاضرتك ما تفتحهاش من الموبايل لو سمحت، تفتحها من الكمبيوتر، ولما تفتحها من الكمبيوتر ما تبقاش حاطه على رجلك وقاعد ومريح، لا تقعد كده كانك يعني قاعد على مكتبك، كانك قاعد بالظبط قدام الدكتور بتسمع المحاضره. كل ده هيساعد يا جماعه في ايه؟ في التركيز في المحاضرة، لأنه إحنا ما قدامناش حل غير إن إحنا نفهم من الأونلاين، فنساعد نفسنا عشان ما نضيعش وقت في إن إحنا نرجع نتفرج على ريكوردينجز مرة تانية. حد عنده أي اقتراحات أخرى؟ في أي حاجة تانية بتساعدكم في التركيز؟ محدش مركز غالبا دلوقتي، صح؟ دكتور تحفيز الذات ده اللي بيساعدني، بس ده حاجة أنا أعملها لنفسي. كريم اتفضل، اتفقنا بنرفع ايدينا يا كريم. ايمن الله. يا دكتور انا عندي طلب، بكون مركزه اكتر لما بشتغل بالبومودورو تكنيك، او ان انا مثلا 50 دقيقه او 55 دقيقه نبقى بنشرح وخمس دقائق بريك، او حتى نبقى بنسال فيه مش بنقول معلومات جديده، عشان بحس اني بفصل تماما. نفضل شغالين ومره واحده بناخد بريك ربع ساعه، انا الحقيقه ببقى فصلت من قبل الربع ساعه دي. بس كده يعني عايزين، يعني كأنكم عايزين اتنين بريكس جوه الثلاث ساعات، كل واحده فيهم يعني زي ما هو جدول الكليه بيقول، يعني نشتغل 50 دقيقه وناخد 10 دقائق وبعدين 50 دقيقه و10 دقائق وهكذا. ما عنديش مشكله، تمام. جميل، شكرا. طيب اوكي، ما عنديش مشكله، اتدرب لو ده هيساعدكم اكتر، انا ما عنديش اي مشكله عليه. يا دكتور دلوقتي كان في مشكله برضو مثلا في المودر، ان هي المحاضره كلها نظري، وانا ما بيبقاش عندي فكره الاسئله هتيجي ازاي. فلو ممكن احنا وسط المحاضره نحل اسئله، يعني حضرتك مثلا تشرح حاجه وبعدين تدلنا عليها مثال، ده مثلا هيخليني امشي اركز اكتر. طيب تمام، يمكن كنا بنعمل كده اعتقد في محاضرات الالكتريستي والفايبريشنز، دايما بنحل اسئله على الجزء اللي احنا بنشرحه. بس مش عارفه قوي في المودرن ليه بتقولوا كده، اكيد كان بتحلوا اكزامبلز برضو. بس لا، في السيمي كوندكتورز تمام بنحل اكزامبلز كتيره، بس خلوا بالكم انه في كونسبت كتيره هتتشرح. بس الكونسبت انا عايزه بس اطمنكم ان الكونسبت لطيفه جدا لانها محسوسه. يعني المودرن فيزيكس والكوانتم فيزيكس مشكلتها سنة انها شويه بعيده عن الحاجه المحسوسه بالنسبه لنا، او فيها مفاهيم لاول وهله تبدو انها بعيده جدا عن اللي احنا متعودين عليه في الكلاسيكال فيزيكس. انما الفيزيكس اوف سيمي كوندكتورز الحقيقه بقى لطيفه جدا، لان هي
يعني عايزه اقول ايه، هي فيري لوجيك، يعني التفكير السيكونس هتلاقوه منطقي جدا، انتوا هتبقوا بتستنتجوا معايا. يعني اقول لكم طب ايه رايكم يا جماعه، تفتكروا الالكترون ده هيتصرف ازاي لو عملت كذا، فانتوا من نفسكم هتقولوا اه ده هيمشي في الاتجاه الفلاني، يبقى تمام، يبقى ده كده حصل كارنت، يبقى ده هنسميه كارنت دريفت مثلا، مثلا فور اكزامبل. فهتلاقوا الموضوع ايه يعني لطيف ان شاء الله، اوعدكم يعني، وهنمشي خطوه خطوه مع بعض. المهم ان احنا نبقى فاهمين اهم من اي حاجه تانية. عبد الرحمن، كنت عايز اعرف بس، هي يعني طريقه المذاكره هتبقى عايزه حل كتير، ولا هتبقى معتمد على النظري اكتر، ولا ايه بالظبط؟ الاثنين مع بعض يا عبد الرحمن، النظري ما فيهوش تسميع، انما فيه مفاهيم، فانت لو فهمت المفاهيم دي كويس محتاج تبقى بتراجعها، لانه ممكن يبقى الامتحان فيه اسئله انا بتاكد ان انت المفهوم ده واصل لك. وفي نفس الوقت في طبعا مسائل فيها ارقام، يعني انا لما اجي اقول لك انه تركيز الالكترون في السيمي كوندكتور ده كونسنتريشن الدنسيتي بتاعته بتساوي كذا، وجيت حطيت الكتريك فيلد بالقيمه الفلانيه عايزاك تحسب لي الكارنت، يبقى انت لازم بتبقى عارف ازاي هتعوض في انهي معادله اللي هتحسب لي منها الكارنت. يبقى في مسائل وفي كونسبت وفي مسائل، فالاثنين مهمين جدا. هتلاقوني الاثباتات او الماثيماتكس مش هيبقى عليها اولا هي مش صعبه مش معقده، بس كمان انا دايما بحب اقولها عشان بيفرق قوي الواحد يبقى فاهم الحاجة دي جاية منين، يعني ايه اللي خلاني اقول انه ان بتساوي كذا كذا كذا، جات منين، يعني مين اللي قال انه كارنت بيساوي المعادلة دي. فحبقى بقول الكلام ده، انما مش مطلوب منك تسمعه، يعني نفس الاتفاقية اللي احنا غالبا اتفقناها من اول يوم ليكوا في الكلية في الفيزيكس. سمعان صح ولا ايه؟ ايوه دكتور. هو انا بس في حاجه بتشتتني، يعني ان هي ممكن الناس بتسال اسئله كتير في نص شرح، فهي دي بس بتخليني اتلخبط، فممكن يعني يبقى في وقت للاسئله يعني مخصص لكده. يعني مظبوط مظبوط، وانا كمان شخصيا بتشتت لما ده بيحصل، فانا يعني هيبقى في وقت للديسكشن زي ما انا وقفت كده دلوقتي وقلت لكم ايه رايكم يا جماعه نعمل ايه عشان نركز اكتر في الاونلاين. انا هشرح جزء وهوقف اقول بعد ما هخلص اللي مش فاهم يسألني بقى في الجزئية اللي هو مش فاهمها، لكن مش في وسط ما أنا بتكلم، ودي طريقتي فعلا عموما. محمد حسام، معلش يا دكتور، كان في مشكلة في المودرن برضو، إن البروبلم سيت كنا بنحلها منها كانت أسئلة مش ام سي كيو، كانت أسئلة ريتن، فلما حضرتك تخش امتحان حضرتك تعود على الريتن تخش امتحان ام سي كيو، فحس إن الفكرة مختلفة، فهل المشكلة دي ممكن أواجهها برضو هنا ولا؟ لا ان شاء الله هنظبط الحاجتين مع بعض. هو طبعا دكتور وائل فكري، انتوا كنتوا بتحضروا، انتوا الجروب بتاعكم كان مين بيدرسكم الترم الاول، دكتور وائل ولا دكتور مايكل؟ بالنسبه لي انا مايكل. تمام، يعني اكيد في خليط عشان انتوا بتغيروا السكاشن وكده. هو الجروب الاولاني دكتور وائل هو اللي هيبقى بيدرسهم، وانا معاه في الجروب الثاني. طبعا دكتور وائل هو يعني هو أستاذي وأستاذ المادة، فأنا يعني لسه هنقعد مع بعض ويعني وأشوف معاه الدنيا هتمشي إزاي، ونتفق أنا وهو وهبلغه بالتفاصيل. وهنعمل يعني إن شاء الله البروبلم سيتس تكون على نفس الشكل اللي الامتحان هيجي بيه، يعني إذا البروبلم سيتس هي مجرد مسائل فقط، يعني مسائل ما فيش ام سي كيو، يبقى هنحاول الامتحان هيكون فيه مسائل، يعني هنشوف لسه صراحة ما وصلناش للمرحلة دي يعني. اوكي، يعني هبلغكم مش هتتفاجئوا بحاجة يا جماعة ما تخافوش. ماشي يا محمد؟ تمام، شكرا. سمعان خلاص ولا عندك سؤال تاني؟ لا تمام، شكرا دكتور. لا طيب معلش، ما تنسوش تبقوا تنزلوا ايدكم بقى عشان انا بطلع، معلش. طيب توزيع الدرجات، السكور بريك داون، طبعا زي كل المواد عندكم الفاينل عليه 60% واعمال السنه عليها 40%. هنقسمهم ازاي ال 40%؟ 20 على الميد تيرم و20 على الستودنت اكتيفيتيز اللي هي هتتلخص في انها كويزز.
يا ريت يعني كان في مقدورنا ان احنا نبقى بنعمل assignments او بنعمل report او حاجات زي كده، بس طبعا لانه الاعداد كبيرة فالموضوع مش بسهولة قوي، فالكويزز بتكون اسهل في التقييم. بس هذا لا يمنع انه هيبقى في assignments، والassignments دي يا جماعة ليكوا انتوا، انتوا بتعملوها عشان ده نوع من التدريب ليك. ممكن اديك في اخر المحاضرة assignment وقولك تعمله، انت بقى عايز تيجي تقابلني في الكلية نتناقش فيه اهلا وسهلا، عايز تتكلم فيه مع المعيد طبعا، عايز نتناقش فيه في المحاضره اللي بعدها ما عنديش اي مشكله، انما مش هيبقى جريدد ومش عليه درجات، يبقى الدرجات كلها كونسنتريتد على الميد تيرمز وعلى الكويزز. قاعده بقى انه في اي امتحان او في اي كويز الفورمولا شيت هتبقى جيفن وهتبقى معلنه من بدري، فانتوا اوريدي هتبقوا عارفين ايه اللي هيكون موجود في الفورمولا شيت وايه اللي ممكن يبقى مش موجود، لازم يبقى حاضر في ذهنكم يعني. طيب ده بالنسبة للفريم العام بتاع الكورس، لسه ما كلمناش على أي تفاصيل. السلايد اللي قدامكم دي فيها الكورس أوتلاين، التوبكس اللي احنا هندرسها في المادة بتاعتنا، هكلم فيها معاكم واحدة واحدة، طبعا مش بالتفاصيل، أفهمكم الموضوع عبارة عن إيه وأقول لكم التايم بلان بتاعتنا وضعها عامل إزاي. زي ما انتوا شايفين كده احنا تقريبا عندنا حوالي 6 topics في الكورس دوت، 6 topics كبيرة يعني كل واحد فيهم يعني في منهم حاجات تاخد اسبوعين، في حاجات تاخد 3 اسابيع، بحيث ان التوتال هيغطي السمستر كله. اول موضوع المفروض نبتدي بيه هو موضوع الكريستال ستراكتشر، اللي هو عبارة عن ايه الكريستال ستراكتشر. احنا طبعا كلامنا في السيمي كوندكتورز ده كلام على سوليدز، دي كلها مواد صلبة يعني solid، مش لا هي liquids ولا هي gases، فاحنا مركزين فقط على solids. طيب solids دي يا جماعة لو فينا جواها هلاقي ايه؟ حقيقة انا هلاقي مجموعة من الاتومز. طب هل المجموعة من الاتومز دي موجودة جوا حتة solid دي بطريقة عشوائية مترصصة بطريقة عشوائية؟ لا، في حاجة اسمها crystal structure، في الأتومز بتبقى مترصصة جوه الماتيريال بطريقة معينة على حسب نوع الماتيريال. طيب ده يفرق في ايه او يهمنا احنا في ايه؟ ليه نخش جوه المادة ونبص ازاي الكريستال المادة بتاعتي او السوليد بتاعي دوت، ليه الأتومز هل مترصصين كده جنب بعض ولا مترصصين بحيث ان الدياجونالز فيها اتوم ولا محطوطين بأي طريقه؟ الحقيقه ده يفرق معايا جدا في الخواص بتاعه الماده. يعني لو انا عندي هقفل كده الكاميرا عشان اقدر اكتب اديكم مثال على الكلام اللي انا بقوله. في بعض المواد بيبقى الاتومز بتاعتها مترصصه على شكل او بطريقه انها تكون موجوده في الكورنرز بتاعه كيوب. عندي مكعب والاتومز لما بتيجي تترصص جوه الماتيريال كده بتتحط بالطريقه دي، يعني كل دايره من الدوائر اللي ظاهره قدامكم دي عباره عن اتوم. المنظر ده او الارينجمنت ده بسميه مثلا سيمبل كيوبيك، سيمبل كيوبيك. طيب في ارينجمنت تاني شكله كده انه الاتومز بتتحط او بتبقى موجوده على الكورنرز بتاعه الكيوب برضو، وفي نفس الوقت اضافه بقى عليها في معاهم كمان اتوم موجوده في السنتر بتاع المكعب ده نفسه. يعني لو وصلت الاثنين دايجونالز دول ببعض هلاقي انه في النص كمان في اتوم زياده، فهنا عدد الاتومز اكتر شويه، دي بنسميها بودي سنترد. مش مهم الاسماء دلوقتي، انا بس عايزه اوصل لكم حاجه مهمه، بودي سنترد كيوبيك لانه هي على شكل مكعب وكمان في ذرة كمان زيادة موجودة جوه السنتر بتاع المكعب دوت. طب ايه الفرق بين هنا وهنا؟ طب ما في مثلا لو انا مشيت لو انا قطعت السوليد بتاعي ده بحيث ان انا اخدت اتقطع في الدايركشن بتاع الدياجونال ده، الاقي انه في الاتجاه بتاع الدياجونال عدد الاتومز اكتر
بينما لو انا قصيت السوليد ده في اتجاه كده مثلا، هلاقي ان في الاتجاه ده المسافات ما بين الاتومز تختلف عن لو انا مشيت في دايركشن تاني. انتوا معايا يا جماعه في الفكره دي، انه على حسب الكريستال ستراكشر، على حسب عدد الاتومز اللي موجوده في كل اتجاه، على حسب الاتومز دي مترصصه ازاي جوه الماتيريال، هلاقي ان عدد الذرات اللي موجوده بيختلف من دايركشن لدايركشن، وبناء عليه الخواص بتاعه الماده هتعتمد على الدايركشنز اللي انا بتكلم، اللي انا مظبطه القطعه بتاعتي فيها. الالكتريكال بروبرتيز هتتغير. ليه تتغير؟ اصل لما يجي الكترون يمشي جوه سوليد في زحمه، في عدد اتومز كتير قوي، بدل ما هو هيمشي بسرعه وبسلاسه وما يخبطش في اي حاجه. تخيلوا كده، انتوا دخلتوا اوضه، الاوضه دي كلها كور متعلقه على ارتفاعات مختلفه من السقف. لو انا دخلت اوضه والاوضه دي فيها كورتين ثلاثه، فانا هقدر امشي من اول باب الاوضه دي لغايه اخرها بسرعه جدا من غير ما اتخبط في حاجه. بينما لو الاوضه دي كانت زحمه جدا، كلها كور 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 ومتعلقه على ارتفاعات مختلفه، هفضل اخبط في ده يمين وده شمال عقبال ما اقدر اوصل للناحيه الثانيه. متخيلين الفرق ما بين الحاجتين؟ وبالتالي ده معناها ان سرعتي وانا ماشيه جوه اتغيرت على حسب الوضع اللي جوه ده شكله عامل ازاي. نفس الكلام بقى ينطبق على السيمي كوندكت، على السوليدز في العموم. كل ما شكل الكريستال من جوه يتغير، كل ما الخواص الالكتريكال بتاعه الماده دي هتتغير. وبناء عليه كان مهم قوي نفهم الكريستال ستراكشر شكلها عامل ازاي، عشان اقدر احدد الالكتريكال بروبرتيز بتاعه الماتيريال شكلها عامل ازاي. وبالتالي جوه الكريستال ستراكشر في حاجه اسمها الميلر انديسيز، اللي هي الدايركشنز اللي انا بقول لكم عليها دي. الدايركشن ده في عدد اتومز اكتر، المسافات ما بينهم اقرب، الدايركشن ده لا المسافات اوسع، وهكذا. وفي حاجه تانية مهمه هي نوع البوندينج اللي بيحصل ما بين الاتوم. يعني ايه نوع البوندينج؟ مين يقول لي؟ هيا مايا اتفضلي. قصده يعني ايونيك وحاجات دي ولا حاجات تانية؟ ايوه بالظبط بالظبط كده. يعني ايه بقى، اشرح لنا اكتر شويه. مش فاكره التفاصيل بتاعه البوندنج. طيب نسمع. اوكي. البوندنج اللي هو يعني الاتصال ما بين الاتوم والتانيه، بيتصلوا ببعض بني طريقه. بالظبط. الاتومز يا جماعه جوه السوليدز مختلفين عن الجازز. الجازز كل اتوم حره الحركه في اي اتجاه. الانتر موليكولر فورسز ما بينهم، الفورس اللي ما بين الجزيئات وبعضها تعتبر ضعيفه جدا. اقوى شويه في الليكويد انما هي قويه جدا في السوليد. طب البوند اللي في السوليد دي قائمه على انهي نوع؟ يعني هل بيشاركوا مع بعض الالكترونز بتوعهم، ولا هل واحده بتدي للثانيه تماما الكترون بتتبرع لها بالكترون بالكامل، ولا نوع البوند شكلها ايه؟ حاجة بسميها كوفيلنت بوند، حاجة بسميها ايونيك بوند، وهكذا. يبقى الموضوع الاولاني اللي هو الكريستال ستراكشر هو دراسة للماتيريال، حاجة عامة للماتيريال من جوه. هتختلف من سيمي كوندكتورز لميتلز لانسليترز، نوع البوندينج هيختلف من ماتيريال للتانية، وهكذا. طيب الموضوع ده يعتبر مستقل بذاته شوية، وهو موضوع سهل جدا مش صعب. فإحنا فكرنا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا هنأجل التوبيك الأولاني ده، توبيك رقم واحد، هنأجله في آخر الكورس خالص. طبعاً أنتوا عارفين السمستر ده شوية مضغوط، هيجي لنا أجازات كتير، وفي شهر رمضان بالكامل المحاضرات بيكون وقتها أقل، وأنتوا بتكونوا تعبانين. فبالتالي هنخلي المواضيع الأسهل في الآخر. ليه؟ لأنه الأهم إن أنا أبتدي بالسيمي كوندكتورز لغاية لما أوصل للأبليكيشنز بتاعت السيمي كوندكتورز، يعني من توبيك 2 لخمسة. وبعدين ناخد الداي إلكتريكس، وبعدين بقى في الآخر وانتوا تعبانين كده وفي آخر السمستر ويكون خلاص عايزين نخلص، ناخد بقى موضوع الكريستال ستراكشر ده، حاجة بسيطة كده لطيفة تخلص بسرعة وما تأثرش على شغلنا في الجزء الأولين. طيب ده أول موضوع اللي هو الكريستال ستراكشر. تاني موضوع اللي هو البيزكس بقى بتاعت الكورس بتاعك.
السيمي كوندكتورز. هنبتدي نتكلم عن السيمي كوندكتورز. ايه هم السيمي كوندكتورز؟ بيكونوا يعني ايه انهي ماتيريالز هي اللي بنعتبر انها اشباه موصلات، موجودين فين في البريودك تيبل، ازاي اموديل السيمي كوندكتور. يعني انا لما هاجي اتكلم على على ماده معينه لازم ابقى حاطه لها نموذج كده في دماغي او موديل عشان ابقى فاهمه هي هتتصرف ازاي. وبالتالي هنتكلم عن نوعين من المودلز. البوندينج موديل، وده هشرحه بعد شويه بالتفصيل. ده موديل نقول عليه كده ديسكريبتيف، يعني مجرد وصفي، جاست انه حاجه بسيطه، فكره فيري سمبليفايد تفهمني، مبسطه جدا تفهمني السيمي كوندكتور ده من جوه شكله عامل ازاي. انما الموديل الاكثر اهميه والموديل اللي احنا هنفضل نتعامل بيه بقى ابتداء من دلوقتي لغايه لما نخش في المور كومبليكيتد الكترونيك ديفايسز زي الترانزستورز، هي هو الانرجي باند موديل. طبعا انتوا درستوا انرجي باند دايجرام في الترم الاولاني في اخر الكورس بتاع المودرن فيزيكس، مظبوط؟ تمام. هبتدي بقى اتكلم عن الانرجي باند، يبقى انرجي باند دايجرام بتاع المخصوص بقى بتاع السيمي كوندكتورز. انتوا قبل كده اتكلمتوا عن الانرجي باند للسوليدز عموما، او السوليدز اللي عندها بيريودك ستراكشر. مثلا ده لما اخدتوا كروني باني موديل وشوفتوا ازاي بيحصل سبليتنج للانرجي ليفلز والكلام ده كله. فهنبتدي بقى نابلاي الكلام ده بالخصوص على السيمي كوندكتورز. هنخش بقى في حاجه اسمها الفيرمي ديراك ديستريبيوشن. شويه الكلام ده هشرحه دلوقتي، بس في الاول خلوا بالكم العنوان سيمي كوندكتور ان ايكوليبريم. حد يقدر يقول لي يعني ايه ان ايكوليبريم؟ يعني ايه كلمه ايكوليبريم؟ يعني ما فيش فورس على السيمي كوندكتور، ما فيش الكتريك فيلد. ما فيش الكتريك فيلد، تمام. وايه كمان؟ عدد البروتون، قصدي عدد البوزيتيف تشارج هو نفس عدد النيجاتيف تشارج. ماشي يوسف اتفضل. ما فيش استثارة للالكترونات، ما فيش اكسايتيشن للالكترونز، تمام. ايه كمان؟ يعني ايه ما فيش اكسايتيشن للالكترونز؟ يعني الالكترونز قاعده مكانها ما بتتحركش؟ لا، ايه رايك؟ في نفس مستوى الطاقة بتاعها، في نفس الانرجي ليفل. طيب خلينا نقول انه عندنا ده كده الفيلنس باند، سوري انا اسفه، ده الكوندكشن باند، وده كده الفيلنس باند. طبعا احنا عارفين انه الالكترونز دايما هتكون موجوده بتملى الاول اللور انرجي باند، فالفيلنس باند ده هيبقى فيلد باي الكترونز. وعند درجه حراره 0 كلفن هيبقى كل الالكترونز ما عندهاش اي نوع من انواع الثيرمال انرجي، ما فيش اي طاقه مكتسبه من الحراره لان انا عند الابسوليوت زيرو. طيب تخيلوا معايا كده لو درجه الحراره ارتفعت شويه عن الزيرو كلفن دوت، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه في شويه الكترونز من اللي موجودين في الفالنس باند تحت هيكتسبوا انرجي من درجة حرارة الغرفة اللي هم موجودين فيها، مظبوط؟ فبالتالي هيبقى عندهم شوية طاقة اكسترا يقدروا بيها انهم يعدوا الانرجي جاب اللي موجودة ما بين الفالنس باند وما بين البوتوم بتاع الكوندكشن باند. وبالتالي الالكترون ده هيبقى اكسايتد ويطلع فوق هنا، وده هيبقى اكسايتد ويطلع فوق هنا، وهكذا. طيب لو حصل انه الالكترونز عماله تاخد طاقه وتطلع، تاخد طاقه وتطلع، تاخد طاقه وتطلع، يبقى انا دلوقتي خرجت بره الايكوليبريم. انما في الحقيقه
ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الحقيقه انه اللي بيحصل ايه، الالكترون ده اللي طلع فوق، طلع فوق وكان عنده شويه كاينيتك انرجي، طاقه حركه، فابتدى يتحرك يتحرك، وهو بيتحرك ابتدى يخسر خسر الانرجي بتاعته دي نتيجه الكوليجنز اللي بتحصل. فلما خسر الانرجي رجع تاني للفيلنس باند، يبقى عمليه انه الالكترونز بتطلع من الفيلنس للكوندكشن هي كمان في نفس الوقت بيحصل انه في الكترونز بتتنقل من الكوندكشن باند للفيلنس باند في الاتجاه العكسي، العمليه دايناميك طول الوقت، بحيث انه انا في الاخر اقدر اقول انه انا ثيرمال ايكوليبريم، اللي طلعوا هم قد اللي نزلوا، مش انه احنا في حاله سكون وما فيش حاجه خالص بتغير مستوى الطاقه بتاعها. يبقى خلينا دايما فاهمين انه كلمه ثيرمال ايكوليبريم دي مش حاجه تعني ان انا في حاله سكون او في ستاتيك، في وضع ستاتيك، لا، في حاجه في دايناميك، في التشارجز بتغير مستوى الطاقه بتاعها، بس زي ما في تشارجز بتطلع لمستويات طاقه اعلى، في كمان تشارجز بتنزل لمستويات طاقه اقل، بحيث انه في ايكوليبريم ما بين الاثنين. طب وليه الايكوليبريم ده طول ما احنا في عند درجه حراره الغرفه او في اي درجه حراره انا بسميه ثيرمال ايكوليبريم، لانه انا مش مفصوله عن الطاقه اللي بيكتسبها الالكترون من الانفايرمنت اللي حواليه، لانه لازم حته السيمي كوندكتور دي هتكون موجوده في وسط او في محيط، فلازم هتكتسب انرجي من الانفايرمنت او من التمبريتشر المحيطه دي. انما يحصل امتى ان انا اخرج بره الايكوليبريم؟ يمكن زي ما كريم قال في الاول، لو انا جيت غصبت الالكترونز دول باكسترنال فورس ان هم يكتسبوا طاقه او يطلعوا من باند الباند، عن طريق ان انا مثلا احط الكتريك فيلد، عن طريق ان انا اعرض السيمي كوندكتور دوت للايت، اللايت عباره عن فوتونز، والفوتونز كل واحده عندها انرجي، فلما هيخبط في الالكترون، الالكترون هياخد الطاقه بتاعه الفوتون يبقى اكسايتد ويطلع. تمام، يبقى في تدخل خارجي خلى انه يحصل عدم اتزان، ما بقاش التشارجز اللي بتطلع زي القد اللي بتنزل، فما بقتش خرجت بره الايكوليبريم. احنا في الجزء الاول من الكورس، ارجع تاني للسلايد، هنتكلم عن السيمي كوندكتورز ان ايكوليبريم، يعني لا عندي اكسترنال الكتريك فيلد ولا عندي اوبتيكال او لايت متسلط على حته السيمي كوندكتور اللي انا بتكلم عليها دي، يبقى ده مفهوم الثيرمال ايكوليبريم. طيب اسمع الاسئله، سيف اتفضل. يعني هو يا دكتور بيفضل عنده ايكوليبريم طول ما الطاقه اللي جايه من اختلاف التمبرتشر، مش جايه من الكتريك فيلد او لايت او كده؟ ومش من اختلاف التمبريتشر، جايه من التمبريتشر المحيطه. لكن افرض انت دلوقتي جيت مسكت حته سيمي كوندكتور سخنت ناحيه عن ناحيه مثلا، فانت عملت تدخل خارجي. فاهم قصدي؟ فاهم الفرق ما بين ان انت تو ابلاي هيت انرجي عن ان انت تكون موجود في وسط ليه درجه حراره معينه؟ متخيل ايه الفرق؟ يعني انا لو سخنت الماده مثلا، لو انا اللي سخنت الماده مثلا، ساعتها هيبقى ايه؟ انا اديتها انرجي من بره لجزء وجزء لا، فانا اجبرت حته انها تكون مور انرجيتك عن حته تانية. ساعتها اللي هيطلع انما لو انا يعني ايا كان بقى، بس الفكره انه في ديستربنس حصل، في حاجه ما فيهاش استقرار حصلت، انه انت تدخلت بقوه خارجيه بالكتريك فيلد زق التشارجز في اتجاه معين، بهيت انرجي سخنت جزء عن جزء فاد الطاقه لناحيه اكتر من ناحيه، باوبتيك بليزر بيم سلطته على حته فعمل اكسايتيشن للالكترونز، كل ده تدخل خارجي. لكن لما يكون الديفايس كله او حته السيمي كوندكتور كلها موجوده في وسط موحد ليه كله درجه حراره واحده، كله معرض لنفس الظروف، ده اسمه ايكوليبريم، لانه
اي عمليه هتحصل دايما هيبقى بيحصل عكسها، بحيث انه في اتزان في الاخر، في استقرار في الاخر. استقرار مش بمعنى انه حاجه ستاتيك، استقرار بمعنى انه هو حاجه دايناميك، دايناميك بس حاجه بتعادل حاجه. اوكي تمام، شكرا. كريم اتفضل. دكتور، هو ايه اللي يخلي الالكترون تنزل من الكوندكشن للفالنس باند تاني؟ ما هي هي ايه اللي طلعها؟ اللي طلعها انها اكتسبت شويه طاقه، صح؟ ايوه. فقدرت بجزء من الطاقه دي انها تتخطى الجاب وتطلع لمستوى طاقه اعلى، وكمان كان معاها شويه انرجي تانية خلتها تبقى بتتحرك، كاينيتك انرجي. ما هي لما طلعت من الفالنس باند للكوندكشن باند، ده معناه ان في زياده في البوتنشال انرجي، هي اكتسبت شويه انرجي. فالانرجي هتتقسم ما بين جزء منها هيبقى بوتنشال وجزء كاينيتك. البوتنشال هيرفعها من مستوى لمستوى، والكاينيتك اللي هي هتتحرك بيه. طب ما هي لما هتتحرك هيحصل كوليجنز، تصادمات، هيحصل سكاترينج، فبالتالي هتفقد من الطاقه اللي كانت عندها. لما تفقد من الطاقه يحصل لها ايه؟ ترجع تاني للمستوى الاقل، وهكذا. اوكي شكرا. تمام. طيب خلينا عشان طولنا في الجزء ده. طيب بعد كده هنعمل ايه بعد ما خلاص احنا هندرس السيمي كوندكتورز في الايكوليبريم، وده الجزء بتاعنا اللي هو غالبا هياخد اول 3 اسابيع في الكورس. بعدين هنعمل ايه؟ هننقل بقى على مرحله انه احنا مهندسين كهرباء، فاحنا محتاجين نشوف طيب السيمي كوندكتور ده هيبيهيف ازاي لو انا اي ابلايد الكتريستي، حطيت فولتج، حطيت مصدر للالكتريك فيلد على السيمي كوندكتور ده. فهتنقل لموضوع الكارير ترانسبورت. مين الكاريرز؟ هم او كلمه كارير دي بتطلق على التشارجز اللي موجوده جوه، اللي هي حره الحركه اللي بتتحرك. فانا لما اجي احط الكتريك فيلد، لو تفتكروا من كورس الالكتريستي، لما اجي ابلاي الكتريك فيلد في اتجاه معين، سي ان انا المنطقه دي كده رحت حاطه فيها الكتريك فيلد في الدايركشن دوت، وجيت كده لو تفتكروا من السنه اللي فاتت كنت اقول لكم ايه، مثلا لو جينا رمينا نيجاتيف تشارج هنا يحصل لها ايه يا جماعه؟ لو دي نيجاتيف تشارج يحصل لها ايه؟ ها يا سمعان، يحصل لها ايه نيجاتيف تشارج؟ هتتحرك عكس الالكتريك فيلد. تمام، هتحصل لها اكسلريشن وتتحرك عكس الالكتريك فيلد. ولو جيت حطيت بوزيتيف تشارج يا مايا يحصل لها ايه؟ هتمشي مع الفيلد، هتمشي مع الالكتريك فيلد. طيب احنا عايزين نعرف جوه السيمي كوندكتورز ايه اللي بيحصل، وبالتالي في الجزء الثاني من الكورس بتاعنا هنبتدي نتكلم على الترانسبورت بتاع التشارجز اللي موجوده جوه، نيجاتيف او بوزيتيف، الكترونز او هولز، هيحصلهم ترانسبورت ازاي، هيتنقل تاني ازاي. الحقيقه انه في طريقتين، في طريقه اللي هي عن طريق ان انا ابلاي الكتريك فيلد، وفي الحاله دي النيجاتيف تشارجز هتمشي مع الفيلد والبوزيتيف عكس الفيلد زي ما انتوا قلتوا، والكارنت اللي هيتولد من حاجه زي كده بسميه الدريفت كارنت. تمام. وفي طريقه تانية هي انه لو انا عندي تركيز مختلف للتشارجز في مكان اعلى من مكان، يحصل انه في تشارجز برضو هتبتدي تتحرك. افهمها لكم ازاي دي؟ تخيل انت واقف اوضه كبيره، وجيت وقفت على في كورنر الاخراني خالص في الاوضه دي، وواحد تاني واقف عند باب الاوضه، وانت في ايدك ازازه كولونيا مثلا، بارفان يعني، او كولونيا او اي حاجه، وابتديت ترش بالكولونيا دي. انت طبعا واقف وماسك الازازه في ايدك، فانت شامم الريحه، شامم الريحه بمنتهى الوضوح. تمام. انما اللي واقف الناحيه الثانيه ده في الاول مش هيبقى شامم حاجه، مش شامم الريحه خالص. طب بعد شويه ايه اللي يحصل؟ طب معلش يا باشمهندسين، اقدر استاذنكم لحظه كده بس، محتاجه ارد ثانيه على التليفون بالظبط دقيقتين. اوكي استاذنكم لحظه واحده.
ايوه موجودين. يا دكتور مع حضرتك. معلش انا يعني متاسفه بس كان لازم ارد حاجه بالضروري. طيب وصلنا لفين؟ انه كنت بحكي لكم انه لو انا واقفه في ايدي ازازه ريحه اي 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 حاجه جليد اي حاجه بتعمل ريحه ورشيت في اللحظه اللي انا هرش فيها انا ناحيتي انا شم الريحه قوي في الموليكيولز بتاعه الجاز اللي انا رشيته ده كانت كثيفه قوي في المكان اللي انا واقفه فيه، بينما الشخص الثاني اللي واقف عند الباب او في اخر الاوضه الناحيه الثانيه الحقيقه انه في اول لحظه مش هيشم حاجه، انما بعد شويه السمال دي او الريحه دي هتوصل. هو ايه اللي حصل؟ مين يشرح لي ايه اللي حصل؟ اسلام اتفضل. الاتومز بتقعد وقت على ما بتبروباجيت لحد الشخص اللي واقف عند عند الباب. صح، بس هي ايه اللي خلاها تبروباجيت اصلا؟ ان هي موجوده في ميديوم الهواء. ماشي، وايه كمان؟ لا مش عارف ليه ان الانتروبي بتعلى مع الوقت. لا يعني ماشي انا فاهمه ان انتوا فاهمين ثيرموداينامكس وهيلين في سكند لو اوف ثيرموداينامكس، بس لا مش ده قصدي. هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. ايوه اشكرك اشكرك. مين اللي قال؟ انا علي. علي علي. يبقى حصل انه الموليكيولز بتتحرك من المكان اللي عندها فيه هاي كونسنتريشن للمكان اللي كان عندها فيه لو كونسنتريشن. ادي الاوضه بتاعتي وادي الكورنر اللي كان فيه موليكيولز كثيفه جدا جدا من الجاز اللي انا رشيته ده، بينما هنا ما كانش فيه حاجه خالص. فاللي حصل ايه؟ انه الموليكيولز دي ابتدت انها تديفيوز، عشان كده بقول ده اسمه ديفيوجن. ابتدت ان هي تديفيوز من عند المكان اللي فيه هاي كونسنتريشن للمكان اللي فيه لو كونسنتريشن. تمام. طب نفس القصه بالظبط تنطبق جوه السيمي كوندكتورز. تخيلوا كده لو انا جيت في حته رحت بطريقه ما طبعا هنتعرض لها قدام، خليت تركيز الالكترونز في ناحيه عالي جدا بينما تركيز الالكترونز في الناحيه المقابله الناحيه الثانيه قليل جدا. ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي الالكترونز تمشي بالطبيعه كده من الحته اللي فيها هاي كونسنتريشن للحته اللي فيها لو كونسنتريشن. الالكترونز بتتحرك من مكان لمكان، يبقى ده على طول فلو اوف تشارجز، على طول في كارنت. تمام. يبقى في الكارير ترانسبورت هنتعرض لحاجه اسمها دريفت كارنت، وده بيحصل لما ابلاي الكتريك فيلد. وهنتعرض لحاجه ثانيه اسمها diffusion current، وده لما يبقى عندي difference in concentrations. يبقى في اتنين ميكانيزمز مشهورين جدا للكارير ترانسبورت جوه السيمي كوندكتورز، انتقال الشحنات او الشارجز جوه السيمي كوندكتورز، الدريفت كارنت والديفيوجن كارنت. وطبعا ريليتد ليهم بقى في شويه بارامترز مهمه قوي، هنتعرف على حاجه اسمها الموبيليتي، حاجه اسمها الريلاكسيشن تايم، وهنتكلم على علاقه مشهوره اسمها اينشتاين ريليشن. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى طب انا حطيت external field، حطيت external light، فانا خليت عملت excitation للماتيريال بتاعتي، خليتها يطلع، يبقى عندي excess electrons او excess carriers. فبالتالي هنشوف ازاي هنحسب بقى النون equilibrium. كده انا دخلت في النون equilibrium، خرجت خلاص بره الثيرمال equilibrium لانه في source of excitation جاي من بره. فهنبتدي نشوف النون ايكوليبريم اكسس كارير ان سيمي كوندكتورز ازاي بيحصل لهم جنريشن، ازاي بيتولدوا، ازاي ممكن يرجع يحصل حاجه اسمها ريكومباينيشن مره ثانيه ان سو اون. وطبعا اهم ايكويشن هنوصل لها هي الكونتينيوتي ايكويشن. حاسس مع سؤال حاضر دقيقه بس اخلص نقطه خمسه بان احنا نخلص توبكس 2 و3 و4. يبقى احنا كده خلصنا كل الفيزيكس اوف سيمي كوندكتورز اللي هي الاساس بتاع اي ديفايس هيبقى فابريكيتد من السيمي كوندكتور. هاجي اتكلم على
البي ان جانكشن او الدايت هلاقي نفسي بستعمل الكونتينيوتي ايكويشن، بستعمل التشارج نيوتراليتي ايكويشن، بستعمل الماس اكشن لو. هاجي ادرس ترانزستور زي مثلا الميتال اوكسايد اللي هو الموسفيت او الموس ترانزستور، هلاقي برضو ان انا لازم برجع للبيزك ايكويشنز، هلاقي انه جواه بيحصل ترانسبورت للالكترونز عن طريق الدريفت او عن طريق الديفيوجن. فزي ما بقول لكم توبكس 2 و3 و4 دول هم الكور بتاع الكورس بتاعنا. اول ما هنخلص الكلام ده طب هنبتدي نطبق كل الكلام ده بقى على ابلكيشن اللي هي البي ان جانكشن او الدايت، وهناخد نوع خصوصي من الدايتز اسمه التانل دايت، لو في وقت هناخد نوع تاني اسمه الجان دايتز وهكذا. اتفضل يا محمد. هو لو انا معايا حته سيمي كوندكتور تمام وسخنت جزء وجزء لا، انا كده طلعت بره الايكوليبريم. طب لو سخنتها كلها انا ساعتها بقى في الايكوليبريم ولا كده طلعت؟ لو ده درجة حرارة الميديم كله على بعض، يعني انت بدل ما انا كنت ماسكة الحتة السيمي كوندكتور دي واقفة يعني خدتها كندا ولا قاعدة بيها في السودان مثلا، درجة الحرارة اختلفت. تمام. انما ايه اللي حصل؟ الالكترونز اللي هتبقى اكسايتد او هتتحرك من الفالنس للباند للكوندكشن باند قد اللي هينزلوا من الكوندكشن للفالنس في الحالتين. الفرق انه عند درجه الحراره الاعلى عدد اللي طالع وعدد اللي نازل اكتر كتير عن وانا عند درجه حراره قليله. عند درجه حراره الزيرو كلفن الالكترونز كلها التشارجز كلها مستقره في مكانها ما بتتحركش خالص. عند 100 كلفن في كام واحد قدروا يتحرروا ويعدوا الانرجي جاب، وكم واحد وبعد شويه ابتدوا ده يطلع وده ينزل وده يطلع وده ينزل. انما عند درجه حراره 300 كلفن عددهم كتر اكتر، عند درجه حراره 1000 كلفن عددهم اكتر بكتير. اوكي طيب داي إلكتريكس بقى جزء الأخير في الكورس بتاعنا اللي هو داي إلكتريك. يعني إيه داي إلكتريك يا باشمهندسين؟ يعني إيه داي إلكتريكس؟ استعملناهم قبل كده لو تفتكروا. يعني إيه؟ هاي محمد. ماتيريال محطوطة ما بين الكاباستور البوزيتيف والنيجاتيف إند. أيوة. طب محمد حسام. أيوة دكتور. يعني إيه داي إلكتريكس؟ هي مادة يعني مادة بتتحط زي ما هو ما بين كاباستورز أو كاباستنت عشان تبقى يعني ممكن نعمل بيها ستورج للتشارج. للتشارجز. تمام. يعني ماشي أحمد تفضل. تبقى insulating material برضو نفس الكلام. أيوة بالظبط، هي insulating material مش لازم جوه الكاباستور بقى يا جماعة، هي المهم إنها insulating material. استعملتها بقى جوه الكاباستر، استعملتها لزقتها في حته سيمي كوندكتور، لزقتها في حته ميتال، المهم انها عباره عن انسليتنج ماتيريال. طب هو ايه الفرق ما بين لو جيت قلت لكم في الباند دايجرام بتاع الميتلز والسيمي كوندكتورز والانسليترز، وجيت سالتكم كده عايزه ارسم الباند دايجرام بتاع الثلاث انواع من الماتيريالز دول، ايه اللي هيختلف؟ مين يقدر يقول لي؟ الانرجي جاب. يا جماعه بليز ترفعوا دي. اسف بنسى. لا معلش يا كريم ولا يهمك. سامعين اتفضل. انا كنت هقول برضو الانرجي جاب يعني ان هي في اشكرك. الانرجي جاب يعني لو انا لقيت انه مثلا ادي دي الكوندكشن باند، دي الكوندكشن باند ودي الفالنس باند، والانرجي جاب هنا دي تقريبا اكبر من 5 الكترون فولت مثلا، يبقى اقدر اقول انه ده كده انسليتر او داي الكتريك ماتيريال. انما لو لقيت ان الكوندكشن باند قريبه من الفالنس باند بحيث انه الجاب اللي ما بينهم في الرينج بتاع من 1
او يعني ممكن كمان اقل من واحد، من واحد لاثنين الكترون فولت، يبقى انا كده بتكلم على السيمي كوندكتورز. طب والميتلز ايه وضع بقى الميتلز؟ هي بتكون قليله جدا او داخله في بعضيها. ايوه اشكرك، يا اما قليله جدا يا اما داخله في بعضيها. طيب خلينا بقى احنا بنتكلم على الداي الكتريكس دلوقتي. طب ايه اهميه الداي الكتريكس؟ الداي الكتريكس لو جيت زي ما انتوا قلتوا كده رحت حطاها ما بين تو ميتال بليتس، في الحقيقه مفيش كارنت هيعدي، مفيش كارنت هيعدي. يبقى انا ليه مهتمه بالداي الكتريكس؟ الحقيقه ان الداي الكتريكس فيها خاصيه ظريفه جدا، ان انا اقدر اظبط توزيعه التشارج جوه الداي الكتريك ماتيريال بس من غير ما اخلي التشارج تتحرك من مكانها. تاني كده الجمله دي بتهيألي اتكلمنا عنها لما كنا بنتكلم في الكاباسيتورز قبل كده. الداي الكتريكس بيتصفوا بانه الاتومز جوه او الستراكشر بتاعتهم من جوه مليانه حاجه اسمها دايبولز. دايبولز اللي هو النيجاتيف بتاع الاتوم يكون جاي في ناحيه والكونكشن قطع. انتوا سامعيني دلوقتي؟ سامعينك. تمام. طيب تمام. تاني بقى كنت بقول ان جوه الداي الكتريكس في حاجه مهمه جدا اسمها الداي بولز. الداي بولز هو انه النيجاتيف بتاع الاتوم يكون السنتر بتاع النيجاتيف التشارجز النيجاتيف اللي جوه الاتوم تكون مترحله عن السنتر بتاع البوزيتيف تشارج. فكان احنا طبعا عارفين ان اي اتوم هي عباره عن نيوكليوس فيه بوزيتيف تشارجز، النواه وفيها البروتونز وحواليها فيه الالكترونز. فالطبيعي انه center of mass المركز بتاع الشحنات الموجبه يكون منطبق على مركز الشحنات السالبه. انما في بعض انواع الماتيريالز بلاقي انه في المركزين دول في مسافه ما بينهم، وبالتالي يبقى البوزيتيف والنيجاتيف مربوطين جدا مع بعض، بس واحد جاي على جنب والتاني جاي على جنب تاني. فميزه الداي الكتريكس ايه او الانسليترز ايه؟ لو انا جيت حطيت الكتريك فيلد هلاقي ان الالكتريك فيلد دوت هيكون سبب في انه الدايبولز دي اترصت بطريقه معينه منظمه، بحيث انه الناحيه النيجاتيف جايه مع بدايه، شايفين كده ازاي النيجاتيف جه ناحيتي على الطرف الشمال والبوزيتيف تشارجز ظبطت نفسها، عملت الاينمنت، ابتدت تظبط نفسها انها رايحه مع اتجاه الفيلد. فانا عن طريق المادة اللي هي الداي إلكتريك ماتيريال دي قدرت أخلق أو أكريت لاير من النيجاتيف تشارج الناحية دي ولاير من البوزيتيف تشارج الناحية التانية. يبقى أنا قدرت أتحكم في الترتيب بتاع التشارجز من غير أما يكون عندي كار. القصة دي بنسميها البولاريزيشن. تمام؟ طب ده ايه فايدته يا جماعه؟ ده مهم جدا جدا في اي الكترونيك ديفايس، بالذات طبعا وانا بتكلم على الترانزستورز. اشهر نوع من الترانزستورز اللي هو يعني معظم الديفايسز كلها شغاله بيه اسمه الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور ترانزستور، ام او اس او الموسفيت او ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. اسمه كده ليه؟ لأنه هو في الحقيقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن حتة سيمي كوندكتور وبعدين رحت حاطة فوقها حتة أوكسايد، طبقة كده، طبقة دي من السيليكون دايوكسايد. يعني السيمي كوندكتور ده سيليكون وبعدين جيت حطيت عليه سيليكون دايوكسايد وبعدين حطيت فوقه طبقة ميتال، وبعدين باجي من فوق هنا أروح موصلة الميتال ده ببطارية. فيعمل ايه؟ يروح مخلق طبقة شحنة كده على السطح بتاع السيمي كوندكتور نتيجة وجود الأوكسايد اللي موجود هنا. فبالتالي ايه اللي يحصل؟ اقدر اخلي السيمي كوندكتور ده يكوندكت إلكتريستي او اتحكمت في مرور التيار فيه عن طريق الفولتج اللي انا حطيته من فوق هنا. فكأنه بقى عبارة عن
سويتش بس الكترونيك سويتش، لو انا حطيت فولتج هيسمح بمرور التيار في الاتجاه الافقي، لو انا شلت الفولتج اللي فوق دوت هيمنع مرور التيار في الاتجاه الافقي، فده بقى كانه سويتش بس الكتروني. ودي فكره الترانزستور، ان انا الترانزستور ده عامل زي كده ايه الحنفيه، يعني اقفل الحنفيه ولا هفتحها، بس انا هقفلها وهفتحها عن طريق الابلايد فولتج، ده الكترونيك سويتش. تمام، فيبقى الداي الكتريكس الحقيقه مهمه جدا، فعشان كده اخر توبيك عندنا في الكورس هيكون عن الداي الكتريكس. طبعا هتلاقوا بقى قدامكم في عناوين كتيره مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي، الداي بولز اللي انا اتكلمت عليها، الكاباسيتورز لو كان جواها داي الكتريكس وهي لو مش جواها داي الكتريكس، طب جوه الداي الكتريكس هل بيحصل لوسز في انرجي لوس ولا ما بيحصلش انرجي لوس، يعني كلها تفاصيل. والمايكروسكوبيك موديل بتاع البولاريزيشن اللي بيحصل جوه ده والتفاصيل بتاعه الداي الكتريكس، وده هيبقى اخر جزء عندنا في الكورس ان شاء الله. يبقى اظن دلوقتي المفروض الفلو بتاع المنهج واضح في ذهننا، وبالتالي برضو زي بعد ما شرحت يأكد الكلام اللي قلته لكم في الأول، كل توبيك يا جماعة معتمد على التوبيك اللي قبله، وبالتالي زي ما اتفقنا مهم قوي نبقى بنحضر on time، عشان في الأول هبقى براجع أنا قلت إيه المرة اللي فاتت، لأنه كل الشرح بتاع المرة اللي احنا فيها هيعتمد تماما على فهمك للمرة اللي قبلها وهكذا. عشان بس تبقوا عارفين احنا وصلنا لفين في عالم الالكترونيكس، يعني طبعا عارفين يمكن اخر ايفون نزل في سبتمبر اللي فات اللي هو الايفون، تليفون الايفون اللي هو اسمه 13 برو ماكس. احنا بنقيس كفاءة الاجهزة الالكترونية بعدد الترانزستورز اللي موجودة جوه الشيب او جوه البروسيسور اللي موجود جوه الجهاز بتاعه. فهتلاقوا كده بصوا مع تطور الزمن، يعني من سنة 2014 لغاية لما وصلنا ل 2021 كان في بروسيسور اللي كانت عاملاه شركة انتل اللي هو كور اي 7 اسمه الهاسويل اي. الكور اي 7 ده كانت المايكرو بروسيسور ده كان او البروسيسور بتاع البروسيسور ده جواه 2.6 بليون ترانزستور. بليون ترانزستور، بليون ده اللي هو قد ايه يا باشمهندسين؟ 1000 ايه؟ هاي كريم؟ كنت هقول 1000 مليون بس المرة الثالثة نسيت ارفع ايد، رفعت ايد الاول. تمام شكرا اشكرك، يعني 10 اس 9 2.6 × 10^9 ترانزستور في مساحة قد ايه يا جماعة؟ في مساحة 355 ملي متر سكوير. ده معناه ايه؟ ده معناه انه طول الترانزستور الواحد بقى في الرينج بتاع النانوميتر 22 نانوميتر، ده طوله اللانس بتاعه. من 2014 ل 2021 التطور اللي حصل في البروسيسرز ان البروسيسر اللي موجود جوه التليفون اللي هو الايفون 13 برو ماكس في 15 او كمان الحقيقه هو 15 بوينت حاجه بس انا مش فاكره بوينت كام، 15 بليون ترانزستور. المساحه مش معلنه بس يعني هي هتبقى فرينج ال 100 ملم سكوير تقريبا، فلكم ان تتخيلوا قد ايه عدد الديفايسز الترانزستورز بيتضاعف في مساحات عمال المساحات برضو بتصغر. طب ده فايدته ايه يا جماعه؟ وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لقيت اقدر اعمل كومبليكيتد فانكشنز، كومبليكيتد سيركتس، اقدر اعمل مانيفاكتشرنج، اصنع كومبليكيتد سيركتس بعدد ترانزستور اكتر، تقدر تعمل حاجات اكثر تعقيدا ما كانش الجهاز يقدر يعملها زمان على مساحات اصغر. كل ده لان انا عماله انزل بالدايمنشنز بتاعه الترانزستورز. بصوا بقى الترانزستور اللي كان 22 نانو
معلش ثانية واحدة. الترانزستور اللي هو كان 22 نانو دلوقتي في سنة 2021 السنة اللي فاتت على طول وصلنا ان احنا نقدر نعمل ترانزستور طوله فقط 5 نانومتر. حد متخيل ال 5 نانومتر دي قد ايه؟ عارفين؟ اتفضل يا كريم. قد تقريبا 20 ذرة او 30 موليكيول حاجة زي كده، حاجة صغيرة جدا. عارفين يعني لو عشان نشوف حاجة احنا بنشوفها بعينينا، عارفين شعرة الراس، يعني لو انا جيت قست الديامتر بتاعها طبعا بيختلف من انسان لانسان، بس الديامتر بيتراوح من 17 ل 180 مايكرومتر. معلش متأسفة غالبا شرقت. من 17 ل 180 مايكرومتر. المايكرو 10 باور نيجاتيف 6، المايكرو متر في 1000 نانومتر. فلكوا انت تخيلوا بقى 5 نانومتر دي يعني قد ايه، يعني قد ايه من شعره الراس، اقل من 1 على 1000 من الديامتر بتاع شعره الراس. تمام. اي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ محمد أنت رافع إيدك ولا نسيتها من المرة اللي فاتت؟ لا نسيتها من المرة اللي فاتت. طيب هناخد بريك، بس قبل البريك هقول لكم الجزء الأول اللي هو أنا قلت لكم فيه الثلاثة بارتس اللي بيمثلوا البيزكس بتاعة السيمي فيزكس أوف سيمي كوندكتور. أول واحد فيهم كان سيمي كوندكتورز إن إيكوليبريم. الأوتلاين بتاع الجزء ده بتقسم للنقط اللي قدامكم دي. أول حاجة اللي هي هنبتدي نتكلم عنها النهارده اللي هي سيمي كوندكتور مودلز. في اتنين مودلز، البوندينج مودل اللي هو زي ما قلت لكم في وسط الكلام ده حاجه ديسكريبتيف، حاجه وصفيه فقط، بس مش هنتعامل معاه كتير. هو هيفهمنا الوضع شكله عامل ازاي جوه السيمي كوندكتورز، انما عشان اقدر ابتدي اتكلم عن الكارنت وعن الالكتريك فيلد لازم ابتدي اتكلم بالانرجي باند مودل. بعد كده هنرجع للدنسيتي اوف ستيتس. طبعا انتوا درستوا الدنسيتي اوف ستيتس لكل سوليد صوره حاجه جنرال في الكورس بتاع الكوانتم. هنتكلم بالخصوص عن السيمي كوندكتور دنسيتي اوف ستيتس. هناخد حاجه اسمها الفيرمي ديراك ديستريبيوشن. لو انا جيت عندي شويه الكترونز موجودين جوه السيمي كوندكتورز وفي اماكن في انرجي ليفلز متاحه، الالكترونز دول هيتوزعوا ازاي بطريق ايه الديستريبيوشن بتاعتهم هتكون شكلها عامله ازاي؟ هل كلهم هيبقوا عند نفس الانرجي ولا هيبقى فيه توزيع معينه، وتوزيع المعينه دي بتخضع لايه؟ ده بنسميه الفيرمي ديراك ديستريبيوشن. وبعد كده هنتكلم على تركيز الالكترونز والهولز جوه الانترنسيك سيمي كوندكتور اللي هو البيور سيمي كوندكتور. بيور يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الامبيوريتيز. وهنتكلم على التشارج نيوتراليتي ايكويشن، يعني ايه فيرمي ليفل. واخر حاجه في ساعتها لما نوصل للنقطه دي هنفهم بمنتهى الوضوح يعني ايه ثيرمال ايكوليبريم في الالكترونيك سيستم. تمام. ده الاوتلاين بتاع الجزء الاول اللي هو سيمي كوندكتورز ان ايكوليبريم. زي ما قلت لكم ده هياخد تقريبا ثلاث محاضرات يعني ثلاث اسابيع. هنبتدي نتكلم في اول نقطه فيه النهارده، بس ناخد بريك كده 10 دقائق ونرجع ناخد الجزء الاول سريعا جدا وهنقفل بسرعة يعني بكثير قوي الساعة 5 إلا ربع هنكون خلصنا المحاضرة النهاردة. تمام؟ 4:10 هنرجع تاني يا باشمهندسين. اتفضل يا عمر. حضرتك بس ممكن تعيدي حتة إن يبقى عندي سيمي كوندكتور أحط فوقيه داي إلكتريك إزاي بخليه سويتش إنه يعدي الكارت أو ما يعديش؟ مش مكنتش فاهم. حاضر، هي دي حاجة ادفانس يعني مش جوه الكورس بس هشرحها لك. حاضر، بس اما نرجع بقى بعد البريك. معلش. اوكي تمام، شكرا.
ازيك يا باشمهندسين، رجعتوا؟ يا دكتوره مع حضرتك. يا دكتور مع حضرتك. تمام. طيب تمام. احنا كنا وصلنا للاوتلاين بتاع الجزء الاول من الكورس اللي هو السيمي كوندكتورز ان ايكوليبريم، وقلنا انه النهارده عشان مش هنطول المحاضره مش هناخدها لاخرها، وضيعنا يعني او مش ضيعنا، اتكلمنا في الاول كتير على حاجات عامه وعن الكورس اونلاين عموما، فاحنا هنركز بس على فقط النقطه الاولانيه دي، ومن المره الجايه ان شاء الله هيبقى الريت اسرع وهنبتدي نخش في توبكس اكتر. يعني هنتكلم على البوندينج موديل بتاع السيمي كوندكتور كريستال. طبعا لما بتكلم على السيمي كوندكتورز خلوا بالكم انا بتكلم مينلي من غير ما بوسكو، من غير يعني يعني لاسباب كثيره، يعني بتكلم بالخصوص على السيليكون. السيليكون هو اشهر انواع السيمي كوندكتورز، او بمعنى اصح هو النوع الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما في السيمي كوندكتور ديفايسز. طبعا السيمي كوندكتورز هم الاليمنتس اللي بتنتمي لجروب رقم 4 في البريودك تيبل، واللي هم بمعنى اصح عندهم 4 الكترونز موجودين في الشل الاخيره خالص او الخارجيه خالص بره. طيب في ايه تاني سيمي كوندكتورز، انواع تانية سيمي كوندكتورز؟ الحقيقه انه في الجرمانيوم، ده سيمي كوندكتور الجرمانيوم، برضو بينتمي لجروب رقم 4. في نوع تاني من السيمي كوندكتورز بقول عليهم ان هم الكومباوند سيمي كوندكتورز. يبقى انا ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للسيمي كوندكتورز ان هم ينقسموا ما بين نوعين، الاليمنتال سيمي كوندكتورز والكومباوند سيمي كوندكتورز. الاليمنتال اللي هم اللي بيكونوا من اليمنت واحد بس او نوع واحد بس، والنوع ده عادة بيكون أو الألمنت ده عادة بيكون زي ما قلت لكم من جروب 4 في البريودك تيبل، يعني عندهم 4 فيلنس إلكترونز، 4 إلكترونز في الأوتر موست شيل. أشهر 2 سيمي كوندكتورز هما السيليكون والجرمانيوم، إنما السيليكون هو الأكثر شيوعا. في بعض الإلكترونيك ديفايسز بتستخدم الجرمانيوم. دول الألمنت. طيب الكومباوند اللي هم ايه؟ اللي هم عادة بيكونوا elements من group 3 مع elements من group 5 يعملوا مع بعض material بتبقى decompound semiconductor. يا اما elements من group 3 مع elements من group 5 او element من group 2 مع element من group 6. مثال على كده حاجة برضو نوع من مشهور قوي من semiconductors اسمه الجاليوم أرسنايد. في غيره بقى كتير، في الانديوم ارزنايد، في الانديوم فوسفايد and so on. طيب ال compound semiconductors الانرجي باند بتاعتهم الانرجي جاب بتاعتهم مختلفة عن الالمنتال semiconductors. عادة في الالكترونيك ديفايسز الاكثر شيوعا زي ما قلت لكم بنستخدم السيليكون. في الاوبتو الكترونيكس او في الاوبتيكال ديفايسز كتير قوي بيستخدموا الجاليوم ارسنايد، بيستخدموا الكومباوند كوندكتورز. طيب خلينا نتكلم على نخص الكلام بتاعنا مين لي على السيليكون، اللي احنا نعرف ان هو عنده 14 الكترون. السيليكون عنده 14 الكترون، الاتوم بتاعته فيه 14 بروتون وبالتالي فيه 14 الكترون. طب ال 14 الكترون دول بيبقوا موجودين ازاي؟ لو انا بصيت كده دي النيوكليوس بتاعه السيليكون، هلاقي انه في الشيل الاولانيه بيكون عندي 2 الكترونز، وبعدين الشيل اللي بعدها اللي هي بتتقسم ما بين الاس والبي بيكون فيها 8 الكترونز. تمام، ودول كده يبقوا كومبليتلي فيلد شيلز. وبعدين الشيل الثالثه هيتبقى كام بقى؟ حطينا 2 وبعدين 8 يبقى هيتبقى 4 الكترونز موجودين في الاوتر موست شيل. والاوتر موست شيل دي عشان الاتوم دي تكون مستقره مطلوب انه يكون متواجد فيها او موجود عندها 8 الكترونز. طيب ايه اللي بيحصل لما انا بجيب السيليكون اتومز اقربهم من بعض؟ يعني طبعا احنا بنتكلم على سوليدز، فالسوليدز ار فيري كومباكت،
مضغوطة جدا، الأتومز قريبة من بعض جدا، مش زي الجاز موليكيولز كل جزيء مستقل بذاته، لا ده كلهم قريبين جدا من بعض، وبالتالي بيبتدي يحصل بوندينج ما بين الأتومز دي. طيب نتخيل كده مع بعض، لو أنا الكائن السيليكون بتاعي ده 2 dimensions فقط، فآدي أتوم وآدي أتوم تانية تالتة رابعة وهكذا مرصوصين بالصورة دي بطريقة منتظمة according للكريستال ستراكتشر بتاعة السيليكون. الأتوم دي عندها الحتة الدايرة اللي أنا رسمها دي هي عبارة عن النيوكليس ومعاه العشرة إلكترونز اللي مليين الأول اتنين شيلز، يبقى اللي هيتبقى حوالين الأتوم دي أربعة إلكترونز، تمام، اللي هم الخارجيين اللي هم يعتبروا بعيد عن النواة، فبالتالي هم مش مربوطين بقوة كبيرة للنيوكليس، وفي نفس الوقت لسه الشيل ده مضطرب محتاج يتملي بأربعة إلكترونز تانيين عشان يوصل لحالة الاستقرار. طيب جات جنبه الأتوم التانية عندها برضو أربعة إلكترونز موجودين في الأوتر موست شيل، وهكذا في بقية الكريستال كلها، كل أتوم حواليها أربعة إلكترونز اللي هم الأربعة الخارجيين خالص. طيب إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي بيحصل إنه كل أتوم بتبتدي تشارك الإلكترون بتاعها مع أتوم تانية مجاورة ليها، وبتكون حاجة بنسميها الكوفيلنت بوند أو البوند التساهمي. يعني البوند اللي بتتكون ما بين الاثنين أتومز دول هي عبارة عن إلكترون من أتوم رقم واحد مع إلكترون تاني من أتوم رقم اثنين، بحيث أن الاثنين إلكترون دول نص وقتهم بيقضوه مع الأتوم نمبر وان، ونص وقتهم التاني بيقضوه في الشل اللي حوالين أتوم رقم اثنين. طب هي عملت كده مع أتوم رقم 2 بس؟ لا، هي هتعمل كمان كوفيلنت بوند مع رقم مع الأتوم نمبر 3 اللي هي موجودة على شمال، هتساهم بالإلكترون اللي موجود في الأوتر موست شيل، وفي المقابل أتوم نمبر 3 هتساهم برضو بالإلكترون اللي عندها في الأوتر موست شيل. فدي تاني كوفيلنت بوند اتكونت هنا ما بين أتوم 1 و 3، فيها 2 إلكترونز نص وقتهم بيريفولفوا حوالين أو بيلفوا حوالين أتوم نمبر 1، نص الوقت التاني بيلفوا حوالين أو بيبقوا موجودين حوالين أتوم نمبر 3. نفس الكلام بقى يكرر مع الأتوم اللي تحتها والأتوم اللي موجودة على الناحية اليمين. المحصلة إن إحنا لقينا إيه؟ لو نبص على الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي إنه ده معناه إنه الأتوم اللي كان عندها 4 إلكترونز في الأوتر موست شيل دلوقتي بقى عندها 8 إلكترونز جايين من البونز التساهمية اللي هي كونتها مع الأربعة أتومز المحيطين بيها. وبالتالي كل واحدة من دول بتعمل نفس الكلام مع الفور أتومز اللي موجودين في الأربع جهات اللي حواليها أو في الأربع نواحي اللي حواليها، تمام؟ طيب لو أنا بتكلم عن درجة حرارة 0 كلفن، معنى كده انه ما فيش اي ثيرمال انرجي مكتسبه من الميديوم، من درجه حراره الميديوم، وبالتالي كل الكترون هيفضل مربوط في الكوفيلنت بون بتاعته مربوط جامد جدا، ما عندوش طاقه تخليه ان هو يتحرر من البون دي ويبتدي يتحرك جوه السوليد نفسه جوه الكريستال بطريقه حره، فيبقى فري الكترون. وبالتالي عند زيرو كلفن أنا ممكن أبص للسيليكون دوت على إنه إنسليتر. ليه إنسليتر؟ لأنه الحقيقة أن كل الإلكترونز مربوطين للأتومز بتاعتهم بقوة، ما عنديش أي فري إلكترونز، فحتى لو أنا I applied electric field مش هيبقى فيه فري تشارجز عشان تنقل الكارنت دوت. طيب إيه اللي يحصل كل ما درجة الحرارة تي ترتفع؟ الحقيقة إنه اللي يحصل إنه تبتدي الإلكترونز دي تكتسب energy thermal energy من التمبرتشر بتاعة الجو المحيط بيها. فيجي إلكترون مثلا خليني أغير اللون كده، لو أنا عندي إلكترون مثلا هنا أدي البوند اللي فيها 2 إلكترونز، فيجي الإلكترون دوت
يبقى عنده يبقى شويه انرجيتك شويه عنده طاقه تخليه يتغلب على الفورس اللي ماسكاه او ربطاه مع الالكترون مع بين الاثنين اتومز اللي هو شيرد ما بينهم. فيحصل ايه للالكترون ده؟ يتحرر يخرج. الالكترون ده يخرج، طب لما خرج وساب مكانه في الحقيقه هو كسر البوند، فهتلاقي انه في بوند هنا اختفت، في بوند اختفت والالكترون دوت خرج من المكان بتاعه وبقى فري الكترون. كل ما درجه الحراره تزيد كل ما عدد الالكترونز اللي هتقدر تكسر البوند اللي هي مربوطه بيها وتبقى فري تو موف عددهم بيزيد، وكل ما الفري تشارجز تزيد ده معناه ان الكوندكتيفيتي بتاعه الماده دي بتعلى، ومعناها ان هي بتتغير من ان كونها انسليتر لكونها بتقرب من انها تبقى كوندكتور، او بمعنى اصح هي دلوقتي بقى البيهيفير بتاعها زي السيمي كوندكتورز. طيب حلو جدا. الالكترون ده لما خرج ومشي وجري وساب المكان بتاعه، ساب ايه يا جماعه هنا؟ مين يقول لي ساب ايه مكانه؟ يقول لي ساب ايه مكانه؟ ايوه سمعان، ساب هول مكانه بالظبط كده، ساب فراغ مكانه، فراغ مكانه. الهول ده اللي هو عباره عن مكان يقدر الكترون تاني يتحرك ويجي يوكيوباي المكان دوت. يبقى اذا ده كانه مكان فاضي، مش طبعا مش فيزيكلي يعني، ومكان فاضي الالكترون اتحرك جه فيه. فكأن الحاجة طبعا concept الهولز أنا عارفة أن أنتوا عارفينه، كأن ساب مكانه positive charge. طبعا هي جات منين positive charge؟ ما هو في الحقيقة السيليكون أتوم في الأصل هي neutral. neutral ليه؟ لأن عدد البروتونز اللي موجودة في النواة بتساوي عدد الإلكترونز اللي بيلفوا حوالين النيوكليوس، وبالتالي لما إلكترون من اللي موجودين في الشال الخارجية خالص يخرج ويسيب الاتوم دي، فكأن الاتوم دي اكتسبت بقى عندها بوزيتيف تشارج. هي طبعا مع يعني مش اكتسبت بوزيتيف تشارج، هي لما خسرت نيجاتيف بقت التشارج بتاعتها بوزيتيف. انما الماتيريال ككل هل هي مشحونه ولا نيوترال؟ ايه رايكم؟ ايوه اسلام، المفروض نيوترال. نيوترال طبعا، لانه الالكترون خرج انما فضل موجود جوه السيمي كوندكتور، فبالتالي التوتال نمبر اوف الكترونز لازم هيساوي التوتال نمبر اوف هولز، صح؟ لانه كل الكترون خرج ساب مكانه هول، فعدد الالكترونز لازم هيساوي عدد الهولز، لازم هيساوي عدد البوندز اللي اتكسرت، تمام كده؟ طيب عدد الالكترونز هنديله رمز N، فيبقى N دي هي الـ density of electrons، density عددهم per unit volume، density of electrons يعني عددهم per unit volume. عادة الـ unit اللي بنستعملها للـ N هتبقى centimeter power negative 3، عدد لوحدة الحجوم، number per unit volume. و P هي الـ density of holes، وبرضه طبعا نفس اليونت اللي هو سنتيمتر باور نيجاتيف 3. وبما انه الالكترون اللي خرج ساب مكانه هول، يبقى بالضروره انه n تساوي p، لازم n تساوي p تساوي ايه يا جماعه؟ تساوي ni، حيث ان ni دي هي الدنسيتي او الكثافه بتاعه البوندز اللي اتكسرت او الاتومز اللي حصل فيها انه البوندز اتكسر. يبقى انا لو انا عندي كوفالنت بوند، الكوفالنت بوند دي لما هتتكسر هتديني الكترون وهتديني هول، ده بسميه جينيريشن، لانه حصل جينيريشن لالكترون هول بير. هما دايما بيبقوا ان بيرز، الكترون هيخرج يسيب مكانه فمكانه ده بقى عباره عن هول، فهما دايما موجودين مع بعض ان بيرز. طيب افرض الالكترون اللي خرج دوت خرج من مكانه، تخيلوا كده ادي الاتومز بتاعتي، تمام، وبعدين في الكترون خرج من هنا
يعني البوند ده اتكسر، وفي نفس الوقت في الكترون تاني خرج من هنا، ففي الكترون مشي عمل مكانه هول، وفي الكترون من هنا مشي عمل مكانه هول. ممكن الالكترون ده يجي يخش جوه الهول دي او يخش جوه المكان ده ويرجع يكون لي كوفالنت بوند مره تانية. يبقى ساعتها بقول ايه اللي حصل، انه في الكترون اتحد بالهول، حصل ما بينهم ريكومباينيشن. لما حصل ما بينهم ريكومباينيشن اتكونت كوفالنت بوند مره تانية. يبقى اذا الكوفالنت بوند لما تتكسر البروسيس اللي بتحصل دي اسمها جينيريشن، بتخلق لي الكترون هول بير. لما الالكترون يخش يلضم مع هول تانية يحصل ما بينهم ريكومبينيشن، فده يخلق كوفالنت بوند مره تانية. يبقى دي عمليه رايحه جايه في الاتجاهين، حيث ان النمبر اوف الكترونز الدنسيتي بتاعه الالكترونز قد الدنسيتي بتاعه الهولز قد الدنسيتي بسميها بقى الانترنسيك دنسيتي، وبديها رمز ان اي اللي هو عدد الكوفالنت بونز اللي اتكسر. طيب السيمي كوندكتور اللي انا بتكلم عنه ده هو بيور سيمي كوندكتور. يعني ايه بيور سيمي كوندكتور؟ يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الشوائب، ما فيهوش امبيوريتيز على الاطلاق. كل الاتومز اللي احنا رسمينهم جنب بعض دول كلهم عباره عن سيليكون اتومز. النوع ده انا بسميه انترنسيك سيمي كوندكتور، يعني انترنسيك سيمي كوندكتور يعني بيور سيمي كوندكتور. طيب هسالكم سؤال وبعدين اسمع الاسئله. الايكويشن اللي هي بتقول ان n بتساوي p بتساوي n i، ينفع اكتبها على الصوره دي انه n تايمز p تساوي n i سكوير؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ايوه مويا ينفع طبعا. ما هو اصل n بتساوي n i و p بتساوي n i. لو ضربت إيكويشن رقم واحد في إيكويشن رقم اتنين هلاقي إنه N times P بتساوي N I تربيع. طبعاً إحنا استنتجنا الإيكويشن دي في حالة إنه ده intrinsic semiconductor، تمام؟ بس الحقيقة إنه الرول دي أو اللو ده هو general law. general law يعني أنا هستعمله مع أي نوع من أنواع semiconductors، وهنتكلم في الكلام دوت لقدام شوية. حسبت لكم انه n times c بتساوي n i square، سواء كان السيمي كوندكتور دوت كان بيور او كان فيه impurities، وهنشوف ازاي هيحصل الكلام دوت. طيب كان في حد رافع ايده الاول قبل كريم؟ مين؟ اسلام ولا مين؟ ما خدتش بالي من الاسم، معلش. سيف انت فضل يا سيف. دكتور ال n هي density of free electrons صح، مش electrons في العموم صح؟ طبعا الفري الكترونز اللي هم كسروا الكوفالنت بوند وبقوا بيلفوا كده بحريه جوه الكريستال ستراكشر. طب معلش يا دكتور، هو ايه الان اي كمان؟ مين انت قول لي مين الان اي؟ بروكن كوفالنت بوند. بالظبط، ما هي رقم عدد صحيح اللي هو عبارة عن عدد الإلكترونز اللي خرجوا من البوند، أو عدد الهولز اللي تبقوا لما الإلكترونز خرجوا، أو عدد البوندز اللي اتكسر. فده بنسميه الانترنسيك كونسنتريشن، ده بسميه الـ NID اسمها الانترنسيك كونسنتريشن. تمام يا سيف؟ شكرا. لا كريم؟ دكتور لو سمحت، يعني انترنسيك بيور؟ بيور يعني ما فيهاش اتومز، الماتيريال ما فيهوش اتومز ثانيه من اي اليمنت، اي اليمنت ثاني. ما فيهاش بالظبط كده، ما فيهاش اي اتومز دخيله، كلها سيمي كوندكتور فقط، ما فيهاش اي شوائب. يعني انت مصفي السيليكون ده زي ما تمسك حته الذهب كده يحطوها في النار عشان يصفوها تماما من اي شوائب او اي امبيوريتيز فيها، عشان يبقى بيور جولد. وكل ما الايراد بتاعه يزيد معناه ان البيوريتي بتاعته زادت. هي ده pure silicon، ما فيهوش اي شوائب، ما فيهوش اي اتومز من اي element تاني جوه البريودك تيبل. طيب اوكي، طيب ال احنا قلنا الماتيريال بيفضل
لما الكوفيلنت بونز دي بتتكسر الماتيريال برضو بيفضل نيوترال؟ ايوه ليه؟ ليه؟ انا بسألك ليه؟ ايوه عشان لما بنكسر بوند بيبقى فيه بينسيب الالكترون بيسيب مكانه هول، ممكن الكترون تاني من كوفيلنت بوند تاني يجي مكانه، ف حاجه بتتكسر وعمالين نكسر ونعمل تاني بوند. فايه مفيش طيب مفيش هو, هو 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 كل اتوم في حد ذاتها هي نيوترال صح، عدد البروتونز اللي فيها قد عدد الالكترون، فلما الالكترون يخرج ويسيب الاتوم دي هي بقى عندها positive charge قد النيجاتيف تشارج اللي سابتها صح؟ ايوه بس هم في المجموع على بعض هيطلع في الاخر مجموعهم زيرو، هيطلع في الاخر مجموعهم نيوترال. الالكترون خرج من الاتوم كسر الكوفيلنت بوند لكن ما خرجش من الماتيريال. حته السيمي كوندكتور بالكامل على بعضها هي نيوترال، عدد النيجاتيف الكتريك تشارجز قد عدد البوزيتيف الكتريك تشارجز، انما الفرق انه هم غيروا اماكنهم، بدل ما كانوا مرتبطين باثنين اتومز محددين لا الالكترون ده بقى فري تو موف فبيتحرك من مكان لمكان. اوفرول الماتيريال على بعضها لازم تفضل نيوترال، انا ما سحبتش منها الكترونز. مفهومه الحته دي؟ ايوه تمام شكرا. تمام عفوا مايا. ان في ايكوالز ان ار سكويرد ده الى زمت، احنا كتبنا نفس المعلومه بطريقه ثانيه يعني لازمته تعرفيها، لانه بعد كده في الاكسترنسك سيمي كوندكتورز هيحصل تغيير في انه الان مش هتساوي البي، انما هتلاقي انه ان في بي بتساوي ان اي سكوير، هنفهمها قدام يعني. انا بس يعني عايزاكم تكتبوا المعادله دي قدامكم وتعرفوا ان دي قانون عام وهنفهمه بعد كده، هنفهم فايدته بعد كده. هو طبعا مفهوم يعني قدامنا انه ان بتساوي بي ان اي، دي خلاص مفهومه، انما ان في بي بتساوي ان اي سكوير هنفهم ايه لازمته لما نتكلم لقدام شويه. اسلام اتفضل. هو الفالنس باند اللي هم الاربعه اللي في السيليكون ولا ايه؟ عشان انا بقى بتلخبط ما بين الفالنس باند والفالنس شيل يعني، او الكوندكشن باند والفالنس شيل. بص ده سؤال مهم جدا يا اسلام اشكرك. احنا انت كده دلوقتي بتتكلم على اتنين مودلز مختلفين. انا بتكلم على البوندينج موديل اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عن حاجه وصفيه تماما بتخلينا نتخيل ازاي بيحصل شيرنج للالكترونز ما بين كل السيليكون اتوم والاتومز المجاوره ليها او النيبرنج اتومز. لما الالكترون كسر البوند دي وخرج، هل انت هنا تقدر تقول هو خرج راح فين؟ هل تقدر تقول هو خرج بانرجي قد ايه؟ ما تقدرش. يبقى اذا البوندينج موديل ده الحقيقه ما بيتكلمش على الانرجي على الاطلاق، هو بيتكلمش على الانرجي على الاطلاق، هو بس بيوريني الالكترون ده بيعمل ايه او بيتصرف ازاي، ويعني ايه كوفيلنت بوند يتكسر، يعني ايه هولي يكون اند سو اون. انما لو جيت كده قلت لك بص تعالى نمثل الكلام اللي انا هقوله ده على الانرجي باند دايجرام، فانت عندك حاجة اسمها conduction band موجودة فوق، وحاجة اسمها valence band اللي هي موجودة الباند اللي قبلها. انت كان عندك electrons كلهم مربوطين في الكوفيلنت بوند بتاعتهم، مربوطين كويس قوي، shared كويس قوي ما بين اتنين atoms، فده معناه ان هم كانوا موجودين في valence band. لما حصل انه البوند اتكسرت لانه الالكترون بقى مور انرجيتك، اكتسب طاقه من درجه الحراره بتاعه الجو، فبقى عنده شويه طاقه قدر يكسر بيها البوند. فلما كسر البوند وكانت البوند دي اكبر من الانرجي جاب، قدر انه ياخد الانرجي دي وينط بيها يطلع فوق في الكوندكشن باند. يبقى انا لما بصيت على الانرجي باند موديل قدرت
قدرت اقول انه الالكترون ده initially كان عنده energy بتساوي كذا، ولما طلع فوق دلوقتي بقى عنده energy بتساوي كذا، تمام؟ انما ما اقدرش اتكلم على الانرجي طول ما انا بتكلم على البوندينج موديل اللي هو الصورة التانية اللي هي فيها الاتومز مرصوصة جنب بعضها وبتفهمني بس وصف للحالة اللي بتحصل، لكن ما بتدينيش اي معلومات اضافية. طبعا انا لما اجي اتعامل مع السيمي كوندكتور ده بعد كده واقول ده في كارنت هيمشي، ده في الكتريك فيلد، الحقيقة انه البوند موديل البوندينج موديل ده مش هيفيدني في اي حاجة. لازم هرجع للاساس اللي هو الانرجي موديل، لانه عن طريق الانرجي اقدر احدد فين المنطقه اللي عندها هاي الكتريك فيلد، فين المنطقه اللي عندها لو الكتريك فيلد، ازاي كارنت هيمشي ان سو اون. وصلت يا اسلام؟ تمام، شكرا يا دكتور. العفو. طيب تعالوا بقى نعمل حاجه تانية. تعالوا نقول ان احنا عندنا سيمي كوندكتور، بس المرة دي أنا هانترديوس هدخل بمزاجي بإرادتي أنا نوع معين من الإمبيوريتيز. مرة هتكون الإمبيوريتيز دي element من جروب 5، ومرة هدخل إمبيوريتيز تبقى element من جروب 3. جروب 5 اللي هو زي الفوسفورس مثلا، الفوسفورس اللي هو من جروب، طالما هو من جروب 5 فده معناها ان هو عنده، يعني لو ده كده بصيت على النيوكليوس بالانر الكترونز مع بعض هلاقي انه في الاوتر موست شيل هو عنده 5 الكترونز. السيليكون عنده في الاوتر موست شيل ده كده الفوسفورس، ده السيليكون عنده في الاوتر موست شيل عنده 4 الكترونز. طيب تخيلوا الماتيريال بتاعتي دلوقتي شكلها عامل ازاي. ادي سيليكون اتوم وادي سيليكون اتوم تانية وسيليكون اتوم تالتة and so on. بس جيت بقى لما حطيت الفوسفورس لقيت انه الفوسفورس يعني اخد مكان واحدة من السيليكون اتومز، فاللي متسودين دول هم السيليكون والبيضة دي هي فوسفورس. دي عندها 4 الكترون ودي عندها 4 الكترون ودي عندها 4 بس دي عندها 5، فهي هتشير واحد مع اللي فوقها وهتشير واحد مع اللي تحتها وهتشير الكترون مع اللي شمالها وهتشير الكترون مع اللي يمينها، وهيتفضل فري الكترون وهيتفضل فري الكترون. يبقى وجود impurity atoms بيintroduce more free electrons بسبب انه الimpurity atom ده عنده electron اضافي زيادة عن السيليكون atoms المحيطة بيه. ارجع تاني اسألكم، هل الماتيريال دي في الاخر هي neutral ولا هي عندها total negative charge؟ مين يقول لي عشان نخلص خلاص؟ لانه هاي احمد اتفضل. كده هيبقى عندها توتال نيجاتيف تشارج عشان في الكترون دايما زياده. لا غلط. ليه بقى؟ لانه النيوكليوس اللي هنا ده، ما هو هي عندها 5 الكترونز في الشال والنيوكليوس عنده عدد قدهم بالظبط بروتونز، صح؟ فهو الالكترون ده ليه مقابل بوزيتيف تشارج موجود جوه هنا، هم على بعض هيبقوا في الاخر نيوترال، انما الالكترون ده هو الكترون فري اضاف للالكترونز اللي هتتكون نتيجه الكسره بتاعه الكوفالنت بوند. واضحه يا جماعه؟ يعني السيليكون ده عنده 4 بوزيتيف وعنده 4 نيجاتيف حواليه، ده عنده 4 بوزيتيف وعنده 4 نيجاتيف حواليه. الفوسفورس اللي هنا ده عنده 5 بوزيتيف و5 الكترونز نيجاتيف حواليه. لما تجمع كل الكلام ده على بعض في الاخر الماتيريال دي ككل بقى تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا تطلع نيوترال؟ اي احمد هتطلع نيوترال. ايوه هتطلع نيوترال، هتطلع نيوترال. انما ايه الفرق اللي حصل؟ الفرق اللي حصل انه بقى عندي اكسس الكترونز جت زياده من انها انه انا حطيت impurity atoms عندها 5 electrons في الفالنس شيل. طب خلوا بالكم بقى من حاجة يا جماعة،
لو البوند دي اتكسرت ففي الكترون وهول اتكونه، لو البوند دي اتكسرت في الكترون وهول اتكونه، لو انا عندي فوسفرس اتوم في الكترون ظهر لي، مين عدده يطلع اكتر في الماتيريال دي، الالكترونز ولا الهولز ولا يبقوا عددهم قد بعض؟ يلا ده اخر سؤال، الالكترونز ولا هولز ولا عددهم قد بعض؟ هاي اسلام يبقوا قد بعض. طب هاي سمعان هيبقى فيه الكترون زياده، هيبقى فيه الكترون زياده. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ده سؤال مهم قوي. البوند دي لما اتكسرت كونت لي ادي الكترون وكونت لي هول، والبوند دي لما اتكسرت كونت لي الكترون وهول، فبقى عندي 2 الكترونز و2 هولز. اصل مفهوم الهول انه مكان فاضي ممكن الكترون يجي من اتوم تانية ينط ياخد المكان دوت، انما الالكترون اللي ظهر لي هنا بسبب الفوسفورس اتوم البوزيتيف اللي قدامه هو بوزيتيف بروتون موجود جوه النيوكليوس، مش مكان فاضي ينفع الالكترون يجي ياخده الكترون تاني يجي ياخده. فاهمين الفكره؟ فاهمين الفكره يا جماعه؟ لما هكسر البوند والالكترون يتحرر هيسيب مكانه مكان فاضي يقدر الكترون تاني يجي ويكون كوفالنت بوند من اول وجديد، انما الالكترون اللي كان مربوط في الفوسفورس اتوم دوت هو اصلا ما كانش متصل بكوفالنت بوند خالص، هو اتحرر من الفالنس شال بتاعه الفوسفورس، فهو ما سابش فراغ ان الكترون تاني يجي مكانه، فهو ما عملش كرييشن لهول. فمعنى كده انه هنا النمبر اوف الكترونز اكبر من النمبر اوف هولز، يعني بقول كده انه الماجوريتي كاريرز هما الالكترونز، بينما المينوريتي كاريرز الاقليه هما الهولز. طيب اخر حاجه كمان لازم افرق ما بين نوعين من الشحنات هنا، الالكترون اللي بيتحرك ده هو نيجاتيف تشارج وفري تو موف، فبقول عليها ان هي عباره عن موبايل تشارج، موبايل يعني خفيفه حره الحركه. المكان اللي هيسيبه الالكترون لما كسر البوند اللي احنا سميناه هول، ممكن الالكترون يجي من هنا يروح واخد الهول مكان الهول دي، فالهول دي هتتنقل تيجي هنا، فبرضو الهول ممكن تتحرك من مكان لمكان، حركتها أثقل شوية من الإلكترون، أبطأ من الإلكترون، إنما بتتحرك. طبعاً أنتوا فاهمين في مخكم إن الهول دي لعدم وجود إلكترون، فهي الحقيقة إن اللي بيتحرك هو إلكترون، بس بيتحرك يملأ فراغ، فالفراغ يتنقل في مكان تاني. فالهولز برضو موبايل تشارجز، يبقى الإلكترون والهولز موبايل تشارجز، انما البوزيتيف ايون بتاع الفوسفورس اللي موجود ده ينفع يتحرك ويسيب مكانه، ده هو حاجه تقيله كل الماس موجود فيه، فبالتالي البوزيتيف ايون دوت عباره عن فيكسد تشارج، تشارج ثابته مكانها ما تتحركش. طبعا لما اجي اتكلم على الكارنت واقول مين هيساهم في انه في كارنت يمشي، بس الفري تشارجز هي اللي تساهم في مرور التيار، انما الفيكست تشارج ما بتتحركش مكانها، يبقى ما بتنقلش مكان وتروح حته ثانيه، يعني ما فيش فلو اوف فيكست تشارجز، يعني ما فيش كارنت بسبب الفيكست تشارج. يبقى اذا كل كلامنا بعد كده هيكون دايما على الموبايل تشارجز اللي هم في حالتنا هنا الالكترونز والهولز. طيب النوع ده من السيمي كوندكتورز بنسميه extrinsic سيمي كوندكتورز اللي هم فيهم impurities. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم بقى على extrinsic سيمي كوندكتورز لما حط فيهم impurities من جروب 3، بدل ما الأتوم عندها 5 electrons في الفالنس شال، لا هيكون عندها 3 electrons في الفالنس شال. تمام؟ هحط لكم سلايد النهارده تبصوا فيها ونكمل ان شاء الله المره الجايه، واتناقش معاكم في اي حته مش مفهومه المره الجايه. اسمع السؤالين دول سريعا ونقفل.
دكتور حضرتك قلت اتفضل يا سيف اتفضل يا سيف حضرتك قلت الماجوريتي كاريرز الكترونز ف بالظبط ايه المقصود بالكاريرز مش فاهم اهو الكارير هي التشارج اللي بتتحرك فبنسميها كارير اسمها حتى اسمها كده بس انا اختصارا بقول كارير اسمها تشارج كارير اللي هي البارتكل اللي شايله الشحنه اللي بتتحرك من مكان لمكان اوكي اللي بيسبب الكرنت يعني اللي بيسبب الكرنت اللي هي يا اما الالكترون في اما الهولز تمام يا دكتور شكرا عفوا كريم لو سمحت يا دكتور جزء ال N لما بقيت أكبر من ال B يعني الحالة بتاعت الفوسفورس لما عملنا له انتروديوس ما بين السيليكون تاني تاني يعني معلش ما هو الفوسفورس عنده 5 إلكترونز كل السيليكون أتومز اللي حواليه كل واحدة فيهم عندها 4 فهو هيشارك إلكترون من بتوعه مع واحد مع الأربعة الجيران بتوعه اللي في موجودين في الأربع اتجاهات دول 4 من 5 اللي عنده طب والخامس هيروح فين الخامس مش هيشترك في 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 بوند تساهمية مش هيشترك في كوفيلنت بوند وبالتالي الخامس ده بمنتهى السهولة يقدر شوية انرجي صغيرين جدا جدا يقدروا يفصلوه عن النيوكليوس بتاعة الفوسفورس فيبقى فري الكترون بيتحرك هل ساب مكانه هون هل لما هو اتحرك كسر بوند هو اصلا ما كانش مشترك في بوند فما كسرش بوند فما فيش هول اتكون فهو الكترون حر الحركه وما فيش قدامه هول تاني انما اي بوند بتتكسر بتولد لي الكترون وبتولد لي هول فيبقى اذا نتيجه ان انا حطيت فوسفورس اتوم بقى عندي الكترون زياده على عدد الهولز طب لو حطيت 2 فوسفورس اتومز يبقى حطيت 2 إلكترون زيادة حطيت 20 فوسفورس أتوم بقى عندي 20 إلكترون زيادة يبقى الدنسيتي بتاعت الإلكترونز الدنسيتي بتاعت الإلكترونز دلوقتي هتبقى بتساوي الدنسيتي بتاعت الإمبيوريتي أتومز الدنسيتي بتاعت الإلكترونز هتساوي الدنسيتي بتاعت الإمبيوريتي أتومز وهوقف كده عشان أكمل المرة الجاية مش عايز أخش في إيكويشنز النهاردة خلاص تمام شكرا لسه يا كريم لا طيب مع السلامه يا شباب اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الساعه 2:30 نبتدي والمره الجايه ناخد محاضره كامله بقى انا المره دي معلش عندي ظرف ما خليني لازم اخلص بدري شويه وكمان هي اول اسبوع فايه ما تقلش عليكم قوي